قناة الحياة تحتفل بمرور 20 عاماً على بدايتها. سيتضمن هذا اليوم بث مباشر وخاص بحضور مقدمي برامج قناة الحياة الذين سيشاركوننا تجاربهم وشهاداتهم عن أعمال الله العظيمة من خلال مسيرتهم في قناة الحياة. وسيتم كذلك بث اختبارات لمسلمين آمنوا بالمسيح من خلفيات سنية وشيعية، واختبارات ليهود آمنوا بالمسيح المنتظر، مع عرض ترانيم التسبيح والشكر بلغات مختلفة. كما سيسعدنا استقبال مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سلام المسيح لكل مشاهدي قناة الحياة حول العالم. بنرحب بكم في الجزء الثاني من احتفالنا بالعيد 20 لقناة الحياة. انتوا النهاردة منورينا، فرحانين ان احنا نكون في وسطكم وانتم معانا. بنشكركم على كل محبتكم وكل صلواتكم وكل مشاركاتكم، انتم عائلة قناة الحياة. انا بشكر رب من اجلكم جدا. انا اماني مصطفى. أنا وحيد مجددا بشكر ربنا كتير من أجل محبتكم استضافتكم اليومية لنا في بيوتكم، ومجددا بقول بشكر ربنا من أجل تشجيعكم وبالأكثر صلاتكم من أجلنا، وأنكم حقيقة شركاء في هذه الخدمة بصلواتكم وأيضا شركاء في الثمر. ربي يبارك حياتكم. أنا كمان برحب بحضراتكم. أنا الأسيس أشرف، برحب بكل مشاهدي قناة الحياة حول العالم. احنا بنعتبر حضراتكم أسرتنا، نشكركم على استضافتكم لينا في بيوتكم، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم الدائم لقناة الحياة. سعداء نكون معاكم ونصلي ان ربي يبارككم. امين. ناصر موسى، سلام المسيح معكم احبائي. متبارك و حاسس بفرح كبير أني بشارككم في خدمة الرب يسوع المسيح، أعظم إله من يستحق أن يخدم. صلاتي يبارك حياتكم ويدوم فيكم دائما سلامه. أمين. إحنا النهاردة معانا لازم هنبتدي بالصلاة، لكن معانا أخ محبوب جدا لينا، الأسيس حمدي عوض من أستراليا. الحقيقة الأسيس حمدي مش بس شريك لقناة الحياة في العمل والبرامج اللي بيقدمها، لكن هو أيضا يعني عضو في البورد بتاع قناة الحياة أستراليا، ولي عدة برامج ولي عدة كتب. إحنا فرحانين بالشراكة دي، وفرحانين أنه النهاردة يبقى يوم يقدر يحتفل معانا بالعيد 20 في على الهوى ويصلي معانا. احنا كتير كنا في الكنيسة عنده هناك ورحب بينا جميعا، فاحنا سعداء بده. انا كمان حابب اقول للأسيس حمدي، الأسيس حمدي يعني صديق غالي عندي جدا. واذا لخصت حياة الأسيس حمدي اقول الحكمة والتقوى. هو في الحاجتين الجمال دول. والأسيس حمدي كاتب ومؤلف لكتب و هقول اسمه اللي مشهور في مصر، حمدي سعد. يمكن في استراليا حمد عوض، بس هو وسطينا دايما في مصر الأسيس حمدي سعد. كمان بنرحب بزوجته، هي معنا أيضا دلوقتي منورنا. أهلا بيك حضرة الأسيس حمدي. أهلا بيك يا أخت أماني، وأهلا بكل شركاء الخدمة اللي حملوا مسؤولية خدمة قناة الحياة. كنت وما زلت لسنين طويلة، الرب يستخدمكم ويثمر بيكم لمجد اسمه ويباركك. وقد ايه احنا سعداء النهارده انه بعد 20 سنة بنشترك معاكم في رفع حجر المعونه، ونقول الى هنا اعاننا الرب. امين امين. رحله عنايه ورحله تأييد وتعضيد من الرب في منبر عارف رسالته وعارف رؤيته بوضوح. وكانت وما زالت قناه الحياه بتقدم رسالة الحياة لكل إنسان في المسكونة، لكل شخص تقدر توصل ليه بنعمة رب. قد أنا سعيد فرحان معاكم بمسيرة الرب المستمرة لبركة وتعضيد قناة الحياة. هللويا. شكرا على شراكتك معانا. يا ريت تقودنا في صلاة لافتتاح الساعتين دول. تفضل. يا
يا إلهنا الصالح، شكرا ليك يا رب من كل القلب، نشكرك لأنك موجود الآن وأنت سامع الصلاة، ونشكرك لأن النهاردة بنقدر نشكر يا رب من كل القلب لأجل رحلة أنت بدأتها وأنت أسست هذا العمل وأنت وضعت هذه الرؤية في قلب الذين رب قدتهم لتقديم رسالة الإنجيل لعالمنا العربي. نشكرك من أجل هذا المنبر المبارك، منبر قناة الحياة. نشكرك لأنه سنين طويلة وأعطيت لهذه القناة ثمار مباركة في نفوس كتيرة جت للمسيح وثبتت في المسيح، ونشكر الله بتخدم المسيح أيضا. نشكرك يا رب من أجل ثمر متكاثر جاي، وأنا أصلي رب من أجل كل إخوتي وأخواتي اللي وضعت على أكتافهم حمل هذه المسؤولية بأمانة وبكفاءة. ونشكرك لأنه رغم كل التحديات، تحديات في أمور كثيرة جدا جدا، لم تترك رب هذا العمل بدون بركة، بدون ثمر مستمر لمجدك يا سيدنا. أشكرك من أجل 20 سنة مضت، ونستودع يا رب السنين القادمة بين يديك، وعارفين أن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، هيكمل معاهم بأمانة وببركة غير عادية. أمامك رب بنضع كل التحديات اللي قدام القناة، كل احتياج أمام القناة، قادر يا رب أنك تسدد وتملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع. كل العاملين بأسمائهم يا رب بنصلي من أجلهم، كل المشاهدين أيضا بنصلي من أجلهم، واثقين أنك ترانا وتسمعنا وتفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. لك المجد في المسيح يسوع، في الكنيسة، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين. آمين آمين آمين. شكرا، الرب يباركك، وإحنا سعداء أنك معانا. الرب يباركك. خلينا نبتدي زي ما تعودنا دائما، نصلي ونشكر ونحمد إلهنا القدوس، نسبح ونمجد اسمه. تعالوا نقول مع بعض تسبيح يعلى ويعلى لك، صوتي ويهتف لجلالك. في هالساعتين اللي مرقوا والساعتين اللي جايين تنذكر أسماء كتيرة، لكن ما أعظم اسمك فوق كل هذه الأسماء. آمين. التي تخدمك وتتشرف بأنه تنتمي إليك. شكرا يا رب على أنك شرفتنا بهالخدمة. تمجد في كل من يعمل، تمجد في كل كلمة تقال، في كل لحن يعزف، في كل تأمل، في كل اختبار، في كل رقم يذكر، لأنك وحدك تستحق المجد. مبارك اسمك، مبارك اسمك. تسبيحي يعلى ويعلى لك، صوتي ويهتف لجلالك. تسبيحي يعلى ويعلى لك، صوتي ويهتف لجلالك، والأناشيد في المدح تزيد. يا ربي ما أعظم أعمالك. تسبيحي يعلى، تسبيحي يعلى، تسبيحي يعلى ويعلى لك. تسبيحي يعلى ويعلى لك، صوتي ويهتف لجلالك، والأناشيد في المدح تزيد. يا ربي ما أعظم أعمالك. تسبيحي يعلى، تسبيحي يعلى، تسبيحي يعلى ويعلى لك.
وبغني واشهد عن جودك يا أمين وصادق بوعودك، وبغني واشهد عن جودك يا أمين وصادق بوعودك، يا مشرف عمري بوجودك، يا مشرف عمرنا بوجودك، وغامر حياتي بأفضالك، تسبيح يا علا تسبيح يا علا تسبيح يا علا ويا علا لك، واهتف لك يا إلهي وربي يا ملك متوج على قلبي، واهتف لك يا إلهي وربي يا ملك متوج على قلبي، في حبك كياني مسبي، في حبك كياني مسبي، مفتون بروعة جمالك، تسبيح يا علا تسبيح يا علا تسبيح يا علا يا علا لك، تسبيح يا علا يا علا لك، صوتي ويهتف لجلالك، تسبيح يا علا يا علا لك، صوتي ويهتف لجلالك، والأناشيد في المدح تزيد يا رب ما أعظم أعمالك، تسبيح يا علا تسبيح يا علا تسبيح يا علا ويا علا لك، تسبيح يا علا ويا علا لك. أمين. كل المجد ليه، كل المجد في أمين. كل ما صنع. النهاردة اتكلمنا عن 20 سنة من مجد للرب في وسطنا، عن ثمار أتى بها الرب من خلال ضعفنا، من خلال الكثيرين، من خلال محبتكم، من خلال عابرين على الأرض. عندنا حاجات كتير قوي فرحانين بيها، ونعطي كل المجد للرب فيما صنع. يعني احنا اتكلمنا في الساعتين الاولانيين عن احصائيات يمكن الناس ما سمعتهاش قبل كده، عن قد ايه كم من البرامج اتعملت من خلال قناة الحياة. 550 مليون مشاركة في العشرين سنة اللي فاتوا، من ناس كان ليهم أسئلة، كان ليهم اشتياقات يعرفوا عن المسيح، أو كان ليهم اعتراضات على اللي بنقوله وهكذا. ف 550 مليون من ردود أفعال المشاهدين، دي حاجة احنا فرحانين بيها، بس كلها تعاملات الله معاكم انتوا، كلها تعاملات الله معاكم انتوا. ف للي ما كانش معانا الاول، اولا احنا يعني بنقول انه قناه الحياه كان ليها انتاج مستمر متجدد متطور من 20 سنه الى الان، وكان في خدام كتير اشتركوا معانا، ذكرنا اسماء كثيره جدا وصور لخدام كانوا معانا من الاول. طبعا نخص بالذكر ابونا زكريا بطرس والدكتور عماري والاخ رشيد ويعني والاخ الياس والدكتور عادل نصحي وماهر والاخ ماهر والاخت كاتيا والاخ نزار كتير كتير جدا من خدام الرب اللي اثروا العمل في قناة الحياة، واحنا بنشكرهم جميعا. احنا طبعا قدمنا شكر لكل واحد فيهم بصفة شخصية في الجزء الاولاني، وبس احنا يعني بنعيد دون مرة تاني وبنأكد انه دول جزء من التاريخ والتاريخ لا يمحى ابدا، ده تاريخ بتاع قناة الحياة، وكل واحد فيهم ترك بصمة في قناة الحياة بحياته بخدمته. بنشكر الرب لأجلهم جميعا. آمين. لا صححونا في الاسم، الأسيس الياس ملكي كان الياس ملكي يعني برضو أخذ فترة كبيرة جدا في قناة الحياة، كان ليه إليا ملكي. ملكي. كان برنامج الخبر السار الأخبار السار كان يعني
أو أول من عمل برامج تلفزيون في تاريخ العالم المسيحي العربي. بس عايز أقول حاجة، أنا بشكر رب جدا أنك افتكرته، لأنه يمكن من خل يعني إلى الآن بيجي لنا اختبارات من ناس جمل الرب عن طريق البرنامج ده. لا، وكان بيصلي من أجل الناس في البرنامج، وكان ويشفي ناس من خلاله يعني. طبعا احنا الحقيقة أنا يعني هو جاء على بالي كده من ضمن الشخصيات، وإحنا بنتكلم عن التاريخ وبنتكلم عن الناس اللي خدموا في القناة، ف يعني بنشكر ربنا من أجل كل إنسان كان ليه دور لفعلا المجد يرجع كله لشخص المسيح في خلال العشرين سنة من الخدمة. احنا طبعا لما بنذكر الأشخاص احنا بنشكر الرب اللي عمل في الأشخاص. يعني واحنا قاعدين افتكرت انه بولس الرسول بعد ما كتب رسالة روميا الجميلة جه في الآخر في أصحاح 16 وقال أشكر فلان وأشكر فلان وأشكر فلان وأشكر فلان. طب هو ليه بيعمل كده؟ لأنه الناس دي الرب عمل من خلالها وعمل فيها وصاروا جزء من كنيسة يسوع المسيح بالضبط. فإحنا احنا بنشكرهم من أجل هذا الفكر. يعني احنا دلوقتي بنتكلم والعالم بيسمعنا. ببساطة ربنا ممكن يعمل مايك كبير جدا وميكروفون ويكلم الناس، لكن هو طريقته يتكلم مع الناس من خلال الناس. وبالتالي احنا بنشكر الله اللي عمل من خلال هؤلاء في خلال العشرين سنة السابقة، وبكل تأكيد كلنا عارفين انه المجد لي وحده. طبعا. أمين. طيب احنا في اخر الحلقه اللي فاتت تكلمنا كمان عن خدمه المتابعه لقناه الحياه. انا عايزه سريعا، احنا اولا بنشكر كل اللي خلف الكاميرات وكل الفريق العظيم اللي بيشتغل على الارض وفي دول مختلفه من انحاء العالم بيتابعوا كل برامجنا. يعني كل صفحه عليها اخوه بيردوا على الاسئله وكده وبيبعتوا لنا الحاجات المهمه. اللي بيردوا على التليفونات كل ده، كمان الفريق اللي بيصمم الحاجات الرائعة اللي انتوا بتشوفوها دي. فإحنا بنشكركم كلكم، يعني ده عمل كبير جدا. علشان كده خدمة قناة الحياة هي الخدمة الوحيدة اللي عندها بادجت 30% من البادجت بيروح لخدمة المتابعة، مش علشان الأشخاص لكن علشان الثمر. صحيح. اللي جه. صحيح. طيب حد عايز عنده اي خبره يشاركها في الموضوع ده بيورينا انه قد ايه احنا نشكر ربنا لاجل انه فاهمين الرساله. يعني يعني احنا يعني قناه الحياه مش بتفكر بس انها تقدم المسيح والشخص يقبل المسيح وتسيبه بالظبط، يعني اذهبوا وتلمذوا. ده الهدف. الغايه من الكرازه هي التلمذه. فشخص يجي المسيح لكنه لازم يتلمذ وحد يتابعه وينضم للكنيسة ويصير عضو في جسد المسيح ويكبر. دي من أهداف قناة الحياة وهنتكلم عليها بالتفصيل. بس يعني لو تفتكروا دايما كنا بيقولوا لنا أنه يعني مش هنخلف عيال ونرميهم، يعني ده لازم خدمة المتابعة دي شيء مهم جدا. خلينا نشوف صفحات قناة الحياة، علشان مهم قوي انكم تتابعوا الصفحات دي وتتواصلوا معانا بيها وتكتبوا لنا ارائكم وتتواصلوا معانا من خلال اليوتيوب وصفحات قناة الحياة وكل ده. طيب اوكي، تفضلوا تقدر تحط الصفحة. انتوا شايفين ازاي بتقدروا تلاقوا صفحة قناة الحياة هنا وبتدخلوا على الموقع، وده الموقع الجديد لقناة الحياة اللي يعني بقى سريع جدا. على طول اول ما تحطوا ثانية الفيديوهات بتشتغل، تقدر تروح على كل حاجة يعني موجودة. تقدر تروح على اليوتيوب، تقدر تروح على الفيسبوك، تقدر تروح على حلوة جزء بتاعت من نحن دي، من نحن لأنه دي بتوضح إحنا مين ورسالتنا إيه. أوكي. والهدف بتاعنا صح. إيه لأي حد عنده هذا التساؤل الجزء ده بيجاوب عليه كويس قوي. هنتكلم عن أجزاء كتيرة من الموضوع ده بعد شوية، ونفصل فيها شوية كمان. تقدروا يعني أدي صفحة الفيسبوك،
للأخ ناصر وكل صفحات قناة الحياة لكل البرامج وال اوكي. طيب احنا عايزين كمان نشجع في الفرصة دي نشجع كل المشاهدين ان هم يعني بريسكرايب للصفحات بتاعتنا, اشتركوا في الصفحات, يعني اشتركوا في الصفحات بتاعتنا علشان أو لما يجي لك مثلا برنامج المرأة المسلمة أو لما يجي البرنامج يجي لك نوتس أنه برنامج المرأة المسلمة بث مباشر, بحيث تبقى شريك في الخدمة وأنك بتتابع كل ما هو جديد من برامج ومن أمور بتتم على الصفحات. يس ده رائع جدا, المشاركة مهمة قوي قوي قوي. كمان بنقول للمشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي أن خطوط التليفونات مفتوحة لو حبيتوا تتصلوا. تفضل حضراتكم تكلمتوا على المتابعة كما إنه شيء بديهي, لكن أنا يعني بعرفش قنوات تاني غير قناة الحياة اللي مش بس بتعمل برامج, بتشغل الكاميرا وبتعمل برامج, خلص البرنامج المقدم بروح انتهينا, لكن الشغل بيبدأ بعد ما يخلص البرنامج. شوف حضراتكم قديش بيجيكم تساؤلات وردود فعل وانتقادات بتاخدوا الوقت تجاوبوها, فهذا جزء من يعني رب يبارككم من خدمتكم, هذا جزء من بناء نمو المؤمن. أنا عن نفسي تعلمت كثير من أشياء كثيرة, مثلا برامج موسيقية, لكن كثير بيجيني تساؤلات لاهوتية مالي إلي أبعت صفحة الدليل مثلا الأسيس أشرف, لا ارجعوا للبرنامج ذكرت في الحلقة الفلانية لاهوت المسيح ذكر عنه, فالرب يبارك إذا أنتم بتقولوا متابعة لكن هي جزء كبير من التبشير والخدمة المسيحية طبعاً. ربنا يبارككم طبعاً. عليها يعني الأخ ناصر أشطر مننا على فكرة, وبعد كل برنامج يروح ردد على الناس على طول عشان يسك على طول أنا بستنى شوي لا مع الفرق أنا برد على قد اللي بعرفه فبرد لا بسرعة أنتوا بتطولوا عشان الرب معطيكم أنا بعتبر التلمذة تحدي نعم. أكيد. لأنه سهل أنه شخص يأتي إلى المسيح لكن الصعب هو التلمذة والاستمرار طبعا الاستمرار والتلمذة دي هي البناء بناء روحية من خلال الكتاب المقدس تحديدا لأنه ده هو الأساس, وإزاي يصلي إزاي يتعلم حياة الغفران إلى آخره بس هذا هو الثمر فيها النوعية صح زي ما تفضلت أيوة طبعا مش في الكمية إنه إحنا جبنا للمسيح كذا ألف لا إحنا بنرعى للمسيح كذا ألف وينمو في المسيح كذا ألف نشكر ربنا الحقيقة إن إحنا في يعني هتكلم عن نفسي عشان ما أقولش إن إحنا كلنا لكن أنا هتكلم عن نفسي في البداية لما كنا بنعمل برامج أنا بصراحة ما فكرتش في المتابعة لأنه كنت فاكرة إن ده مش دوري لكن أنا فاكرة إنه اتقال لنا كده اللي يجيب ناس المسيح وما يتلمزهمش زي الست اللي بتخلف عياله وما تربيهمش بس أنا قلتها بس سريعة كده لا والمتابعة على فكرة متعبة مش سهلة يعني تحضير البرنامج مرهق جدا ومتعب جدا يعني أنا عايز أقول إن إحنا ما عندناش حد بيحضر لنا المادة بتاعتنا لا الأخ وحيد ولا أنا ولا أماني ولا أي حد عندنا ناس بتحضر لنا المادة إحنا من السكراتش زي ما إحنا بنقول بنشتغل فيها ونجهزها لكن كمان المتابعة مثلا هتكلم على التليفون التليفون اللي بين إيدينا أي نعم 80% من الاتصالات والتكست اللي بيجي يمكن طالب أمور مادية لا يعني الدقات. مش 80% كتير ماشي أو عدد ليس بقليل في بعض الناس طبعا بتطلب ساعدونا نطلع برا نهاجر مش عارف إيه تعبير بس احنا طبعا مشاركة دي كلها مشاركات وإحنا طبعا بنتفاعل معاه وياريتنا نقدر نساعد فعليا ياريتنا نقدر نساعد في الأمور دي بس في أمور out of our hands يعني مش لا نقدر نساعد في الهجرة ولا نقدر نساعد في الفيزا مش بتاعتنا يعني ولو كل اللي أمنوا في البلاد دي هجروا طب مين اللي يعني إلا إذا الرب أراد إنه يفتح باب لحد ويخرج صحيح. دي حاجة لكن احنا طبعا بنعتبر كل اتصال وكل تكست وكل مسج بتجيلنا من الإخوة اللي بيكلمونا مهمة جدا 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 حتى لو مش مرتبطة بأمور روحية عايزين نقول كده يعني هو في الاخر ردنا هيبقى مرتبط بايه yes. بالحل الروحي لانه هي دي حياتنا احنا شخصيا يعني كلنا تحت الضيقه باشكال مختلفه انا مره حد بعت لي تكست قال لي
أنا عايز أتفرج على قناة الحياة وعايز لابتوب. قلت له طبعا فكرة كويسة برضه. قلت له أنا ممكن أساعدك تتفرج على قناة الحياة بس نساعدك كده تجيب لابتوب مش هينفع يعني. طب بلاش تدي أفكار زي كده تاني يا دكتور أشرف لو سمحت. تفضل. لا هو الشيء الرائع أنه اللي بيأتي إلى المسيح ودي نقطة فاصلة في تبعية المسيح أنه يأتي للمسيح لشخص المسيح. وأنا شخصيا أقول تجربة، أنا بعرف شاب كان التواصل بتاعي معاه عمره 17 سنة، أنا احترمت عمره وعايز أتعمد، أنا قلت له آسف أنا إنسان بحترم القوانين اللي وضعها ربنا، فاستنى لحد ما يكتمل سنك وتكون انت عرفت اكتر نضجت اكتر، خليك في صلاتك في قرايه الكتاب المقدس، ولما تكون ناضج في العمر ساعتها وانت لسه على ايمانك ساعتها المعموديه ممكن. فانا عايز اقول رساله للاحباء المسلمين هنا اللي بيتاخذ البنات الصغيرين اللي بيتم التغرير بيهم القصر، وممكن الازهر يطلع شهادات لبنات قصر، كل ده يعني هو خارج إطار أنه أنتوا بتجيبوا شخص فعلا هو مقتنع بالإسلام. عندنا المنظومة مختلفة، اللي عاوز اللي عاوز اللي عاوز ده وضع مختلف، لكن من يأتي إلى المسيح نقدم له ما يختص بالمسيح. هذه إمكانيات ويبقى عارف ورسالة قناة الحياة طبعا في اتباع المسيح. ما فيش حد فينا لم يواجه صعوبات صحيح في اتباع المسيح. نعم بالظبط بالظبط. احنا ما يهمناش ابدا عدد الناس، لكن نوعيه القلب اللي تابع الله. أمين. من اجل الله. ده اختلاف كبير قوي قوي ما بين فكره انه المسيحيه ديانه والمسيحيه علاقه شخصيه مع المسيح. لو فكرت ان المسيحيه ديانه يبقى كل ما انا هضيف الديانه هتزيد يبقى ده يعني لكن لو فكرت انه المسيحيه هي علاقه شخصيه مع المسيح يبقى أهم حاجة فيها علاقة الشخص مع الرب يسوع. إنه يتبني ويكبر في علاقته مع الرب. هي ليست يعني ناصر في أي وقت كده عايز تباركنا بترنيمة أنت عندك حرية كبيرة. أنا لما بيسكت ناصر ببقى خايف. ليه؟ عشان هيقول لنا حاجة حلوة. لا 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 لا. بعد كده بعد شوية يكون عندنا اتصال من القسيس محمد يمكن نسمع ترنيمة وبعدين. أمين أمين. زي ما حضراتكم اتفضلتوا إحنا اللي بيهمنا الثمر. الثمر المتكاثر يعني النمو. مش بس العدد اللي بيجي بالأول. فأنا من الناس اللي بقدر أقول إنه مش يمكن معرفتش المسيح عن طريق قناة الحياة لأني أنا مسيحي مولود مسيحي، لكن تقربت للمسيح جدا من خلال خدمتي خلال ومع العابرين. دخلت إلى عمق أكبر. أكبر بكتير وكل يوم رائعة قوي. كل يوم كل يوم صرت أفهم اللي قال في الكتاب المقدس كنت أعمى والآن أبصر. آمين. صرت أفهم إنه فعلًا أنا بعيد عن الرب أعمى وشقي وفقير، ولكن ببتدي فعلًا أبصر وأرى نور يسوع في حياتي. كل ما قربت له وفهمت منه وشفت أكتر وشفت قيمة هذا النور، اللي شفت أخوي وأختي اللي جاي من خلفية تاني شو ترك وشو تعذب وكيف مش قادر يسلم على والدته وأنا والدتي متاحة بالنسبة لي والمسيح متاح بالنسبة لي والكنيسة مفتوحة ويت بستسهل وبستكسل، وصدقوني بشوف نفسي صغير جدا أمام عمل الرب في العابرين. مبارك اسمه. أمين. مبارك اسمه. كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي في يسوع بيسوع في يسوع بيسوع. أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي منك راحت منامي، وكل عسير تيسر
كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. وسلام يفوق العقول وفرح دايم يطول في كل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. وسلام يفوق العقول وفرح دايم يطول في كل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. يسوع 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 أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي. منك راحت منامي منك راحت منامي وكل عسير تيسر. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. كنت أعمى والآن أبصر. كنت تايه ولقيت طريقي وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي في يسوع في يسوع في يسوع في يسوع. مبارك اسم. مبارك اسمك يا رب. مبارك. عايز أخذ من الترنيمة بتاعت الأخ ناصر كنت أعمى والآن أبصر. ده بيرجعنا للجزئية اللي كنا نتكلم فيها بين العدد الكم والكيف النوعية. لأنه لما شخص يكون أعمى ويبصر ده هنا التغيير الحقيقي. ممكن تتكتب تقارير كثيرة عن أعداد عن لكن فين التغيير في هذه الأعداد؟ هو ده الشيء الأساسي في الخدمة التغيير. بما أننا بنقول على كنت أعمى والآن أبصر ناخد مثل كده من المتصل اللي جاي ده أخونا الأسيس محمد. ده بقى جودة عالية. ده جودة عالية. أحد أعضاء فريق قناة الحياة ومحبوب لينا وكفاية إن إحنا نقول مولانا. الأسيس محمد مولانا. أهلا بيك يا مولانا. مولانا. سلام المسيح يا أسيس. ألو سلام المسيح. سلام ونعمة. أهلا بيك. أهلا أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة الأخت أماني قدمتني على أنني أحد أعضاء هذا الفريق لكن الأحق من ذلك وهذه حقيقة لكن الأحق أنني قبل أن أكون يعني أحد أعضاء هذا الفريق فأنا من ثمار هذه الخدمة. ربنا يبارك. الحقيقة كل الامتنان لله كل الامتنان لله على أننا به من خلالكم رأينا الباطل واجتنبناه ثم عرفنا بعد ذلك الحق وبركنا باتباعه. فشكرا ألف شكر لكم جميعا الحقيقة. شكرا أنكم قبلتم دعوة الله لحياتكم وشكرا أنكم عبرتم إلينا وأعنتمونا. شكرا أنكم لم تكتفوا بكشف سوءات الباطل وكشف عوراته وسوءاته بل أرشدنا الله من خلالكم لمعرفة الحق واتباعه فيتحقق وعد الله تعرفون الحق والحق يحرركم. شكرا شكرا لكم أنكم عبرتم إلينا وأعنتمون. شكرا قناة الحياة التي عبرت مع كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية إلى الشرق الأوسط وإلى أمة محمد وأعنتهما ولا أبالغ إن قلت إلى العالم أجمع. نقول كده مع كاتب المزمور احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الأمم بأعماله. يا أساتذة الواقفين أمام الكاميرات والثابتين خلفها يعني لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نشهد لكم أمام الله وكنيسته أنكم كنتم أمناء في محبتكم وعطائكم وبذلكم وكذلك طرحكم. يا أحباء الله وقلبي نشهد على أنكم جميعا الأخ وحيد والدكتور أشرف والأخت أماني والأخ ناصر وكذلك كل الجند الأبطال الواقفين ثابتين خلف الكاميرات
نحسبكم أنكم كنتم أمناء مع الله في الخفاء على القليل، فاستأمنكم الله على الملأ في العلن على الكثير. لا يوجد من الكلمات ما يكفي ويصف فرحتنا هذا اليوم على إتمام 20 عام من الخدمة بأمانة وإخلاص أمام الكاميرات وخلفها. شكرا لكم، ويعني إن كان لنا أن نسميكم شيئا فكل عام وأنتم بخير يا من فتح الله بكم بابا ما عاد له أن يغلق أبدا، ما عاد لهذا الباب أن يغلق أبدا، ما عاد لهذا الباب أن يغلق أبدا أبدا أبدا. فكل الشكر لكم من قلوبي، الله يبارككم جميعا ويباركك يا أحباب الله وقلبي الحقيقة. الله يباركك الرب يا أسيس محمد. احنا اولا مش عايزين نسيبه الا لما يصلي معنا بقى. يصلي بالاخص من اجل الاخوه المتشددين المسلمين المتشددين، لانه هو كان واحد منهم، لانه هو كان فعلا واحد منهم ونعمه الله افتقدته. يا ريت تصلي معنا لاخواتك اللي من الناحيه الثانيه يا أسيس، تفضل. امين. يا ايها الاب والابن والروح القدس الإله الواحد، نشكرك يا رب من أعماق قلوبنا، نشكرك يا رب على محبتك وعلى أمانتك، نشكرك يا رب لأنك إله صالح ولأنك إله عظيم لأنك إله قدوس. نشهد ونعلن يا رب أنه ليس هناك إله إلاك وليس معبود بحق في هذا الكون سواك، أنك حق وكلامك حق ووعدك حق ووعودك كلها حق يا بنا السماء. نشكرك يا صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على فرحتنا اليوم ب20 عام، 20 عام يا رب من الخدمة. بنشكرك ونقول كده زي ما بولس سمع في رؤيته أن هؤلاء قد عبروا إلينا وأعانونا. نصلي يا رب أن نكون معهم وأن نكون بهم وأن نكون جميعا من أجل اسمك القدوس ثابتين في هذا الإيمان، منادين به صارخين كصوت في البرية يصرخ بأنه أعد طريقا إلى الرب. شكرا لك يا رب من أجل إخوتنا ومن أجل أحبائنا المستمعين والحاضرين والواقفين والمتكلمين والمستمعين والعاملين والخادمين الأمناء الثابتين في اسم سيدنا ومخلصنا وحبيب نفوسنا يسوع المسيح. بنصلي من أجل سنوات وسنوات، ثمار وثمار، أفراح وأفراح، نفوس ونفوس تعرف اسمك أيها السيد الرب، تمجد اسمك، تعلنك يا رب إله واحد أوحد في هذا الكون ليس معبود إلاك. باسم سيدنا وحبيبنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح نصلي ونقول جميعا أمين. أمين أمين أمين, أمين. الرب يباركك يا أسيس، شكرا. يعني مين كان يصدق في يوم الأيام أنه يبقى في أسيس اسمه محمد؟ يس أمين كتير. لكن الرب صالح، ولو دي بس هي الثمرة بتاع 20 سنة، لأنه رب أعطى ثمار كثيرة كلكم حضراتكم من أول يعني هارون وحضرتك وكل الخدام في قناة الحياة العابرين. احنا دي الواحد بيشعر بالصغر قدام نعمة الله وإحسان الله. هي الثمار اللي تروى بكلمة المسيح وروح المسيح فتنمو باسم المسيح. أمين. يعني بجد تأتي بثمر. خلينا نرجع لفكرة أنه قناة الحياة، بما أننا قناة مسيحية هدفنا الكرازة والتبشير ومركزين على الفكرة الإسلامية، إلا أننا في السنوات الأخيرة أعتقد على طول الخط إحنا كنا متابعين للتغيرات التاريخية وعارفين أن إحنا ربنا دعانا لأننا نشترك في مواضيع عمل التغيرات التاريخية زي ما القناة دي بتعمل، مش كده؟ ففي السنين اللي فاتت عملنا، كل واحد مننا عمل مجموعات كتيرة من الحلقات، سلسلة، مش عارف أقول سلسلات، سلاسل يا سلاسل. يا ريت كل واحد يشاركني بحاجة كانت، أو يشارك المشاهدين بحاجة كانت مؤثرة، وإيه التغيير اللي شفته حصل. يعني بداية نشكر ربنا أنه كان مدينا نعمة خاصة أنه إحنا فعلا نكون شايفين على الأرض اللي بيحصل. يعني مثلا لما كان الإخوان في السلطة قدمنا حلقات كتيرة خاصة باللي اتعمل في مسيحي الشرق من خلال الإخوان، خطف البنات، إحنا كنا برضو متابعين لهذه الأمور كلنا كلنا طبعا. أنا بتكلم على القناة الأسلمة الجبرية الأسلمة الجبرية وغيره.
الأكاذيب اللي كانت بتحك كل ده احنا كنا متابعين وشايفين الهجوم على الكتاب المقدس، وكنا بناخد الأفكار دي اللي هي مجرد شبهات وهمية كما يقال، وبيتم الرد عليها من خلال الكتاب المقدس. في الحروب في العهد القديم بنعمة ربنا أنا عملت على سلسلة من حوالي 11 حلقة، عالجت فيها معظم الحروب تقريبا، كانت بركة كبيرة. في سلسلة أساطير، غزوة الأساطير في القرآن، والآن شغال في سلسلة أخرى اسمها أساطير سليمان في القرآن، الهدهد، وكمان في سلسلة حلاوة وطلاوة القرآن. في حلقات مميزة برضو أحب أشير ليها، زي مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، حلقة زي العقيقة. العقيقة كان لها سمر كمان، في ناس من خلال العقيقة هم عرفوا الفداء طبعا. ففي في كنا شايفين الوضع قدامنا، الميدان، وبناء على ذلك كان بنصلي وإنه ربنا يرشدنا كيف نتحرك مع الميدان اللي موجود قدامنا. أعتقد كلنا كنا بنعمل كده، ويمكن كلنا كنا بنعمل حلقات في نفس الموضوع بالتوالي، يعني أو بالتوازي دون كمان تنسيق خالص، دون تنسيق. يعني بس حابة أقول للمشاهدين إن دي كانت قيادة الروح، وكانت سعادة غير عادية. إن إحنا مثلا فرحة ومارينا في أيام الثورة، كنا أنا وفرحة ومارينا مثلا كنا بقى بنحضر الحلقة، وحضرتك بتعمل نفس السلسلة وتماما أشياء مختلفة، زاوية مختلفة خالص. عملنا سلسلة عائشة 11 حلقة، بطلنا نعمل 11 بس يعني كانت من أحلى الحاجات اللي عملناها 11 حلقة. وحضرتك بتعمل على التوازي أمور مختلفة. صحيح. تماما. صحيح. قيادة الروح، قيادة الروح هي اللي تأتي بثمرة. طيب خلينا ناخد مكالمة ونرجع لك الدكتور أشرف. معانا أخونا عمار، أهلا بيك من الجزائر. شكرا. سلام المسيح أخونا. اهلا. سلام المسيح معكم. امين. تفضل. اهلا اخ عمر. اهلا اخي وحيد، نعم وسلام لك اخي. اهلا بك. ونعم وسلام لكم جميعا مع الاخ اماني، اخت اماني، واشرف عزمي، واخ نصر. صدقني اخي أظن أنكم تفهموا اللهجة الجزائرية، اللهجة فاهمينك فاهمينك تفضل. لكن 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 أحاول أن أتكلم وأشرح المهم للشيء الذي أريد أن أقوله الآن، وأصلي ليه أيضا أن يا رب يبارك قناة الحياة، يبارك عملكم، يبارك خدمتكم. بصفة خاصة أخ وحيد، لما سلمت حياتي في الأيام الأولى لأكون قصير للسيد الرب، كنت في الحلقات التي كنت تبشر بها أيضا، تعلمنا عن الإسلام وعن شيء، كانت بمثابة بركة لي ولعائلتي جميعا. فلذلك أشكركم، أشكركم وأشكر جميع خدمتكم، ورب يبارككم. ونعلن حياة طويلة لقناة الحياة إلى الأبد، إلى يوم عودة الرب يسوع من السماء يأخذنا إليه. أشكركم جميعا، وأشكر وأقول أطلب صلاة صغيرة فقط من فضلكم، أن تصلوا لأجل الكنيسة في الجزائر، لأننا اليوم لا نستطيع أن لأجل القوانين. لا نستطيع أن نجتمع ككنيسة كجماعة الرب للصلاة وغيرها من لأجل بعض المشاكل. فالرب يفتح علينا ويكون يده معنا ويعود يلقينا جميعا، ويكونوا كنيسة لمجد الرب يسوع المسيح. نعمة لكم والسلام. لا خليك معنا، ما تقفلش، انتظر أخويا، احنا هنصلي معاك، هنصلي من أجلك ومن أجل كنيسة الجزائر على طول بعد ما نقفل معك. لكن احنا حابين ان احنا نسمع صلاتك انت بلغتك الاصلية، ياريت تصلي معنا دقيقة. تفضل. شكرا. صلي باللغة القبائلية. يس لو سمحت. معليش. باسم يسوع المسيح هذا بثنغنا في النفس نغض والنهار قورك سيسم يسوع المسيح ربي
قليل. عفوا عفوا دقيقة. هذا ربي عزيز نسي اسم يسوع المسيح يكش الحمادي الشناوي وينك ويفازنا في تلفزيون الحياة في قدام ناس في قداش نيلان دقليس يقداش نقواليك وإذا كنا غيلان السبان نالفرح السبان البركة فلانا غذ السبان معاونا يوكن تفضيل إيمان يوكن ديغان نسن أين مرة إيلان المسيح أين مرة إيلان اسم يسوع المسيح نحمد ربك نحمدك نشكر فذاتنا غيني في الجدار إيمانيك بلا الشاهد قسمي خلق الطاقل قيثان واسا يعني من أغبر الجدار إيمانيك بلا الشاهد غاس إلا كان المشاكل إقلانا ندفغو تيليت لا معنى كيتش ذاذ مرحمة ذاذ تزمار أدقر رفوسيك أتعاون ضرويك أتعاون ويدي ندهن في اسميك الويدي في قند هاليلويا اسم يسوع ذاذ أربع حمينيك العز العظيم اسم يسوع المسيح سيدي أمين ربي بارك أمين أمين أخو مار ربي بارك حياتك أمين. نشكرك أخونا وإحنا هنصلي من أجلك على طول الآن لكن حابة أقول إنه 73% من شمال أفريقيا بأمازيغ ودي لغتهم فبنشكرك إنك شاركت معنا السيس أشرف ممكن تصلي من أجل كنيسة الجزائر يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأجل أخوي عمار ولأجل أسرته اللي هم جزء في جسد يسوع المسيح نشكرك لأنك افتقدتهم بعمل نعمتك نشكرك لأنك نقلتهم من الموت للحياة من الظلمة إلى النور أشكرك لأنهم اختبروا يسوع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة يا رب بصلي من أجل كل المؤمنين في الجزائر كل المؤمنين يا رب اللي هم مضطهدين اللي مش قادرين يجتمعوا اللي يا رب في هناك قيود عليهم بصلي في اسم يسوع المسيح أنك يا رب تتدخل في أمور حياتهم تحفظهم في دخولهم وفي خروجهم تأيدهم بقوة الروح القدس وتمنحهم يا رب بقوة روحك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة نشكرك يا رب لأنه هناك ركب ساجدة كثيرة تعرفك في المغرب موريتانيا وفي تونس وفي ليبيا وفي كل رب شمال أفريقيا أنا بحط كل كنيسة شمال أفريقيا وبالأخص الإخوة اللي من المأزيغ بصلي رب من أجلهم كلهم إنك رب تتراءى لهم برؤى وبأحلام وتجذبهم إليك ويعرفوا يسوع المسيح المخلص الشخصي لحياتهم مرة تانية ليك كل المجد في المحبوب يسوع آمين. 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 نشكر الرب. من كل قبيلة ومن كل شعب ومن كل لسان. آمين. آمين. إحنا كنا بنتكلم على أي سلسلة مهمة. هو طبعا إحنا بشكر ربنا لأجل البرامج بتاعتكم لأنها برامج مثمرة جدا. أنا يمكن الجزء بتاعي أكثر كتابي ما أنا مش خبير إسلاميات زي وحيد وأماني لكن مثلا أشكر ربنا أنه خلال عبر الكتاب احنا قدمنا مقدمات لكل أسفار الكتاب 66 سفر في ليهم مقدمات في حلقة أو اثنين أو ثلاثة حسب حجم السفر دي حاجة طبعا تعتبر جميلة جدا قدمنا في مدرسة الحياة الكتابية تفسير لسفر التكوين تفسير لروميا قدمنا كمان مشكلة الشر في حلقات متعددة قدمنا العقيدة المسيحية لاهوت المسيح قدمنا ازاي ادرس الكتاب المقدس في 12-13 حلقة في عبر الكتاب النهاردة بناخد مخطوطات الكتاب المقدس بقالنا 6-7 حلقات بناخد المخطوطات بالتفاصيل بتاعة العهد الجديد بنرد على بعض الاتهامات والشبهات الوهمية اللي بيدعيها البعض أشكر ربنا لأجل هذا يعني أشعر بالصغر لأن دي نعمة الله أمين. يعني لا أستطيع أن أتخيل أنه في يوم من الأيام أنه ممكن ربنا يستخدم شخصي بضعفي بهذا الشكل ولا واحد فينا صدقني ولا واحد لكن فينا دي نعمة ممكن. ربنا اللي تفاضلت جدا في المحبوب يسوع ليه احنا بنقول لكم البرامج دي علشان دي مراجع علشان ده تاريخ قناة الحياة مش لأشخاصنا
ولا للأفراد، لكن دي مراجع مهمة للتاريخ. وعلى فكرة اتصال أخونا من الجزائر ده برضو بيقول إن احنا كنا مع الحدث، لأن وقت الاضطهاد اللي وقع على كنيسة الجزائر اللي هي كانت يعني اجتماعات مفتوحة لأول مرة في الجزائر يكون في عابرين، احنا كنا مع الحدث وبنعمل عليه برامج وبنصلي معاهم وكده. في فكرة قصة للأخ ناصر كان بيسجل في وقت داعش واللي كان بيحصل ده، كان قاعد في الاستوديو بيسجل وانا دخلت ده كان مستخبي انا كنت هبلغ بس قلت بلاش بقى، بس فدخلت لقيته بيسجل ترنيمة. فانا كنت بحضر حلقة عن سوريا في الوقت ده، وكان في اضطهاد كبير على سوريا واقع واحداث حقيقة مؤلمة جدا. فقلت لك يعني يا ريت، انا عارف انت بتعمل كنت ترنيمه لحد للعراق كنا بنصلي للعراق، يا فقلت يا ريت كنا كان في حاجه لسوريا نحطها في حلقه الاسبوع ده. عملت شاي ورجعت كان في ترنيمه لسوريا نشكر الرب. يعني هذا اكبر دليل انه انا خارج المعادله، لانه لو بقدر اعمل هيك كل يوم بكتب 6-7 ترنيمه لكن هو الرب ونعمته هي اللي بتعطي، زي ما تفضل اخوي الاسيس اشرف انه فعلا نشعر بصغر نفس باللي بيعمله بحياتنا. انتوا تكلمتوا على سلاسل من خلال برامجكم، انا شايف انه برامجي او البسيطه اللي بعملها الموسيقيه اللي الترنيم والتسبيح هي سلسله متصله ما زالت لسه شغاله معي. الرب يعلمني في كل يوم. انا قبل ما اعرف موضوع العابرين وقناه الحياه، وانا كنت بصلي لاهلي لبلدي لبيتي لكذا، صرت اعرف انه علي واجب اصلي لمن تحت اضطهاد، مسيحي أو مسلم، لمن ظروفه صعبة، للفقير المظلوم، للناس اللي الرب يسوع المسيح علمنا يكون عندنا أحشاء رأفة. فمش جايين إنه إحنا بس نقول إنه ننتقد ونقول لا غلط ومش لا، إحنا في نفس الوقت صحيح زي ما هدفنا هدف محبة للمسلم البعيد، للمسيحي البعيد، لليهودي البعيد. كمان أنا استغربت إنه الرب بعت لي صلوات مثلا، وأنا أهلي بالأصل من فلسطين ومولود بالأردن، أنا هلا في أمريكا فبعت لي صلوات لأمريكا، لفلسطين، للأردن طبيعي، لكن للبنان، لسوريا، للعراق، لتونس، للموصل، لليبيا، أفغانستان، السودان. هللويا. يعني بالأساس مش بلادي ومش ناسي، لكن صرت أشوفها بلدي وصرت أشوفهم أهلي. فنفس الشيء أنا كنت أصلي بموضوع سوريا فعلاً، وبعمل ترنيمة للعراق ومشغول بموضوع سوريا، فكان عندي زي رؤوس أقلام لترنيمة كملتها لما حضرتك قلتي لي عن البرنامج، إذا ممكن أصلي معكم جزء منها. يا أمين. بتقول رفعين الأيادي ورفعين الصلاة، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله، تحنن عبلادنا أهالينا وولادنا، يا رب بالسلام املح بلدنا سلام، أو امنح سوريا سلام، باركها بالسلام ورجع فيها الحياة. خليها صلاة لبلدك اليوم وانت بتصلي معي، ومش بس صلاة لمسيحيين بلدك، لمسلمين بلدك، ليهود بلدك، للناس اللي ما بتعرفها، للناس البعيدة عن المسيح. كل من هو بعيد عن المسيح محتاج. واحنا كنا وما زلنا في احنا، شوفوا احنا عرفنا المسيح وماشيين معه ومنصلي نقدر نخدمه بأماني، وحاسين في احتياج للمسيح، فما بالك الاحتياج الكبير للي ما بيعرفه. يا رب اعلن اظهر نفسك واعلن ذاتك يا سيد. رفعين الايادي ورفعين الصلاه، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله، رفعين الايادي ورفعين الصلاه، وقلوب بتنادي وتصرخ يا الله، اتحنن عبلادنا أهالينا وولادنا، اتحنن عبلادنا أهالينا وولادنا، يا رب السلام امنح سوريا سلام، يا رب السلام امنح الجزائر سلام، قول اسم بلدك، باركها بالسلام ورجع فيها الحياة.
شو ذنب الطفولة وسنين الشباب للضيعة بسهولة وبلا أي حساب. صلي بحرارة الله الصلاة بيسمع ينهي المرارة وكل اللي تهجر يرجع لبلد الحضارة. منصرخ لك يا الله يا الله يا الله يا الله. اتحنن عبلادنا أهلينا وولادنا يا رب السلام. امنح سوريا سلام يا رب السلام. امنح بلدي سلام باركها بالسلام ورجع فيها الحياة. أمين. هو السلام هو الحياة. حاضر في اسم يسوع المسيح يكون ملك السلام هو الملك دائما. خلينا ناخد مكالمة معانا الأخ سعيد. أهلا بيك أخ سعيد اتفضل. سلام المسيح أخت أماني. سلام المسيح الأخ وحيد والأخ أشرف ونصر. أهلا بيك. وددت مشاركة اختباري. أنا سعيد عابر من المغرب. وددت مشاركة اختباري ولكن لضيق الوقت أتمنى أن أشارك اختباري معكم في برنامج آخر. أمين. أنا يسعدنا كلنا ده يا سعيد اتفضل. شكرا. نشكركم لأنكم خدمتم جدا. وأعتذر على لغتي لأنني أمازيغي لم أتكلم جيدا اللغة العربية. نشكركم على خدمتكم على قناة الحياة لأنكم أنرتم الدرب لكل من يبحث عن الحقيقة بصدق. لقد قبلنا المسيح أنا وزوجتي سنة 2020. تقبلنا المسيح سنة 2019 وتعمدنا سنة 2020. وكان السبب برامجكم من خلال قناة الحياة وأني الأخ وحيد. وددت مشاركة اختباري مع الأخ وحيد منذ زمن ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك لظروف مادية إلى غير ذلك. ولكن سعيد أنا عندي رقمك. نعم. أنا عندي رقمك يا سعيد. أنا كتبت لك النهاردة أو مبارح. شكراً. أنا عندي رقم وحدي للأخ وحيد. ممتاز. أوكي. ممتاز. أوكي. لو أمكن أريد أن أشارك اختباري معكم لأنني فقدت البصر سنة 2016 وفي سنة 2020 رأيت النور. أمين. أمين. رأيت النور بالمسيح. لازلت مكفوف ولكنني عشت في النور. في يعني قبل يسوه. يعني هكذا لقد اختبر. شاركت اختباري قبل مع قدس أبونا زكريا بطرس. وعنوانه بهذه العبارة التي جاءت في اختباري. عندما كنت أبصر عشت في الظلام ولكن عندما فقدت البصر رأيت النور. هاللويا. سعيد أنا حدي الرقم على طول للأخ وحيد بعد الحلقة. إحنا سعداء باتصالك والرب يباركك. ممكن برضو يصلي باللغة الأمازيغية للإخوة في لو حب. لو تحب تصلي يعني. اتفضل سريعا اتفضل. نعم بلغتك. يا رب يسوع يا سيد أشرق بنورك يا سيد. يا رب في كل قلب إنسان يبحث عن الحق والحقيقة. أصلي من أجل إخواني المسلمين. يا رب يا يسوع افتح أعينهم للحق. يا إلهنا وخالقنا يا رب يا سيد. يا رب يا يسوع المس قلوب أبنائك يا سيد. يا رب يا يسوع المسهم يا سيد. يا رب بكل بركة يا سيد. يا رب يا يسوع فتح أعينهم للحقيقة. يا رب خلص النفوس يا رب يا يسوع يا سيد. نسألك في اسم ابنك المسيح يسوع ولجلالك كل الكرم إلى الأبد. أمين. 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 المجد للرب. شكرا. أمين. بالمناسبة لغتك العربية رائعة جدا. مفهوم يعني جدا. فاهمين كل كلمة. يا رب يباركك عزيزي. طيب يعني سعيد وكل الإخوة اللي اتصلوا العابرين هم مثل لثمار ما صنعوا الرب من 1400 سنة. لم يحدث أنه يكون في تغيير بالشكل ده وهذا الكم من العابرين يأتي لمعرفة الرب يسوع المسيح. ليس لصلاح فينا ولكن لأن ده كان توقيت الرب. تمام. تصميم الرب. تمام. وما صنع. عايز أقول حاجة شخصية بقى بالنسبة لي. أنا كعابرة جيت للمسيح فوق 40 سنة فاتوا. عايز أقول أنه حبينا المسيح لكن لم نكن نعرف
كيف ننمو في معرفته؟ لم نكن نجد الطريق أو الأدوات اللي تخلينا نمشي معاه كل يوم، ما كانش عندنا المعونة المقدمة الآن من خلال البرامج، من خلال الناس اللي على الأرض، من خلال الاهتمام بالتلمذة الحقيقية في برامجنا. فده فرق ما قبل قناة الحياة العابرين وما بعد قناة الحياة اللي انتوا بتسمعوه النهاردة بيصلوا بالشكل ده. صحيح. 2019-2020 يعني بقالوا 3-4 سنين. صحيح صحيح. المجد ليك يا رب. كل المجد. طبعا. تفضل يا أخ وحيد. يا أنا بشكر ربنا طبعا من أجل الأخ سعيد. سعيد. يس. وهو سعيد. لأنه عرف المسيح وفي المسيح كل السعادة. وده بيورينا أنه الناس كانت عطشانة بالزبط. ومحتاجة الكلمة. ولما الكلمة بتوصل للأرض العطشانة بيكون في ثمر. وأنا بشجع كل شخص اللي حابب وعنده اشتياق أنه يخدم، عنده اشتياق أنه يشارك في هذه الخدمة. أنا بتوجه ليك بأعظم مشاركة أنت ممكن تشارك بيها، أنك تركع وتصلي من أجل الخدمة. هذه مشاركة قوية جدا، لأنه خدمة بدون صلاة صفر. خدمة مخدومة بالصلاة هي التي تأتي بالثمر. فأنا بشجعك. يمكن تقول أنا ما عندي موهبة الكلام، ما عندي موهبة التحضير، لكن عندك تستطيع أنك تركع وتصلي. إذن اركع وصلي معنا وأنت شريك في هذه الخدمة وثمارها أيضا. أجبني جدا المولود أعمى لما جم يحكموه قال لهم أنا مش هدخل في موضوع لاهوتية لأنه أنا مولود أعمى وما تعلمت زيكم، بس أنا عارف حاجة واحدة بس، أنا كنت أعمى ولا أنا أبصر بس يعني. فأعتقد زي ما الأخ سعيد عنده أشواق يشارك اختباره، هذا الاختبار يكون بركة لكثيرين في نفس الفكر اللي بيدور اللي هو عاشه. يس. طيب معلش خلينا ناخد مكالمة تانية. الدكتور عادل من الكويت، أهلا بيك دكتور عادل، اتفضل. أهلا وسهلا، ازيك أخت أماني؟ أيوة أهلا بيك. كل سنة وانتم طيبين جميعا. طبعا احنا متابعين البرنامج من الكويت من بدايته، أنا متابع من 20 سنة برضو. واو ربنا يبارك. مش هطول عليك. طبعا كان نفسنا يبقى فيه مقتطفات من البرامج القديمة اللي استمتعنا بيها، كان مثلا 5 دقائق الدكتور عماري، 5 دقائق أبونا زكريا والأخ محمد، 5 دقائق مثلا الأخ إيليا مالكي. كان نفسنا يبقى فيه مقتطفات بهذا الشكل، كنا نفسنا نشوف مرة تانية بإذن ربنا نعمل كده. انتوا وحياة انتوا فرحة ومارينا كان عندكم برنامج مع بعض. دي حاجة. النقطة التانية، توجه التحليل الإسلامي ده توجه حديث بالنسبة لقناة الحياة، ما يزيدش عن 5 سنين. كان قبل كده برامج مختلفة تماما معظمها إلى حد كبير أو التحليل الإسلامي أو معنى صح الدفاعي عن الشبهات وكذا اللي بيقوم بيه دلوقتي الأخ وحيد وأحيانا الدكتور أشرف وكذا، لكن ما فيش تاريخ للموضوع ده أكتر من 5 سنين فات. فإحنا كنا عايزين نعرف ليه وإيه اللي حصل فجأة. يعني كنا بنسمع مثلا تاريخ إسلامي من الدكتور عماري، كنا بنعرف بعض الأشياء عن طريق أبونا زكريا، لكن ما كانش فيه التوجه الحالي لكل البرامج تقريبا في الدفاع عن المسيحية أو بمعنى صح التحليل الهجوم الإسلامي عليه. فأنا بشكركم وكل سنة طيبين، وأتمنى أن احنا كنا نشوف مقتطفات من البرامج القديمة. شكرا يا دكتور عادل، شكرا على متابعتكم 20 سنة، بنصلي من أجلكم. تفضل إخوة. يا عندي تعليق. أنا بشكر ربنا من أجل دكتور عادل. 20 سنة طبعا بركة كبيرة. بس أعتقد برضو ينقص ربما المتابعة في الفترة الأخيرة. يعني مثلا في برنامج الدليل عندي بنعمة ربنا حاليا داخلين على 700 حلقة، في منهم 400 حلقة تقريبا إسلاميات في الإسلام فقط، أبحاث في كل مجالات الإسلام بدون استثناء، بالإضافة للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة برنامج متخصص في برضو مواضيع إسلامية، يعني كله من يوم ابتدينا لحد النهاردة. حتى ولو أنه الشكل تغير،
لكن احنا ما زلنا بنتكلم في قلب الاسلام. لا والاخت فرحان ده البرنامج بتاع الاخ مالك سليمان عند البرنامج بتاعه الاخ محمد المسيح عند البرنامج مخطوطات القران. لا بالعكس احنا عندنا القران تحليل وبيان ده كام حلقه مثلا يعني. صحيح. فانا اعتقد انه الاخ الدكتور عادل المبارك ممكن يرجع للحلقات ايضا ويبتدي يختار الموضوعات اللي بتروق لي، لكن الكل موجود بنعمه ربنا. اوكي طيب خلينا نشوف اتصال من احد المشاهدين من الصومال. من الصومال رائع. نشوف الاتصال ده او نسمعه. انا اسف. سلام المسيح معكم جميعا. انا بس هيك حابب اوجه سلام وشكر من القلب للبطل لأسد يسوع المسيح الاخ وحيد. سلام المسيح. سلام المسيح معكم. اسمي احمد حسين من الصومال. اولا اقول ربي يبارك القناة الحياة والعاملين فيها جميعا. انا كنت اعيش في السعودية 2002-2003 كنت حصلت هذه القناة من تلفزيون حقي وكنت أستمع فيها الأخ وحيد وفدوة أخت أماني الأستاذ رشيد أبونا زكريا بطرس وجميع العاملين فيها ذاك الوقت 2003 حتى 2010 أو 12 كنت عايش هناك في السعودية وكنت متشدد إسلامي وربنا أنقذني من الشيطان ومن هذه الفكرة من خلال هذه القناة الحياة وخلال المصريين المسيحيين كانوا عايشين في السعودية الذين ساعدوني بالكتاب المقدس فكنت إيش أقرأ هذه سرا. وأنت تعرفون لما تترك الإسلام وما عندك كنيسة ولا عندك الناس يساعدونك فأنا مررت يعني تجربة يعني ربنا يعلم فيها والنهاية صرت مسيحيا وأنا في السعودية اقتنعت بالكتاب المقدس وبالرب يسوع المسيح. فالحمد لله أنا بأشكر قناة الحياة وجميع العاملين فيها وأصلي من أجلهم ربنا ينقذهم من خلالهم الناس الكثيرين اللي عايشين في ظلم الإسلام. ربنا يبارك فيكم وهنيئا لكم ومبروك لكم في 20 سنة منذ تأسيس هذه القناة المباركة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. ربنا يبارك فيكم. أمين. الاتصال ده جي من أخونا يعني من قريب من أسبوعين ثلاثة وكذا. يعني قد إيه إحنا كنا بننتظر إن إحنا نسمع من ناس من الصومال. أذكركم إن إحنا عندنا قناة مسيحية صومالية بيقودها أنا أسفة لو تفكروني بالاسم شينو وشانيا بقالهم عدة سنوات 6 سنوات 8000 صومالي جيل المسيح من خلال هذه الخدمة. الحقيقة نشكر الرب جدا على هذا الثمر. قصته غريبة جدا لأنها فعلا شدت انتباهي. من الصومال متشددة الصومال بس راح السعودية أكثر تشددا. بس الرب ما وقفش الرب راح للسعودية وافتقده في السعودية. بنشكر الرب يعني يعني بنشكر الرب فعلا. قصته زي ما قلت إنها يعني فيها تحولات كتيرة. لكن بما أننا اتكلمنا عن الصومال لازم نرجع نذكر المشاهدين إن إحنا قناة الحياة مشتركة في خدمات قناة تركية، قناة فارسية، عندنا عبرية، القناة العبرية عندنا، أردو، داري، أمهاري. دي قنوات عشان ما يفتكروش دي برنامج. لا دي قنوات قائمة بذاتها بهذه اللغة. وده أنا بشوفه هنا مجد المسيح. إزاي مجد المسيح يتمجد في عمل ضخم بالشكل ده من خلال إمكانيات بسيطة جدا. ده المسيح. طب ده خلينا نروح بقى لسؤال الناس بتسأله يعني إيه هي قناة الحياة؟ الحقيقة إنه قناة الحياة هي جزء من خدمة الحياة. فيعني قناة الحياة هو مشروع صحيح هو البداية كان لكن نشكر الرب إنه تطور الاحتياج على الأرض كان لازم يخلي قناة الحياة تتطور ويبقى عندها أو مؤسسة الحياة تتطور ويبقى عندها رؤية
للعمل على الأرض يبقى شكله إيه. فيعني لو نتكلم عن أهداف قناة الحياة، إيه الحاجات اللي إحنا بنعمل عليها؟ أوكي. تفضل دكتور أشرف. أعتقد منذ تأسيس قناة الحياة وهناك هدفين. الهدف الأولاني هو فتح الإسلام، خلينا نقول كده، يعني كشف الإسلام، شيلة الغطاء، شيل الغطاء اللي محطوط عليه. وده نشكر ربنا يعني تم وبيتم، يعني مازال المجهود دون موقفش، من أبونا زكريا لرشيد لوحيد لأماني لفرحة لمالك لكل ده. فده دي حاجات تمت من خلال برامج اتعملت في التلفزيون، ومن خلال كتب اتكتبت. احنا ما ننساش انه هناك كتب يعني لأول مرة تكتب كتب بالعربي في هذا المجال. يعني يعني أنا أفتكر مثلا من الكتب المحببة جدا على قلبي، وعايز أشكر الكاتب محمد المسيح على كتاب مخطوطات القرآن. يعني دي حاجة المسلمين حتى ما عملوهاش. مفيش كتاب في العالم العربي، لا يخافوا يعملوها طبعا، بالظبط. مفيش كتاب في العالم العربي اتكتب عن مخطوطات القرآن. يعني حتى العلماء المسلمين ما كتبوش حاجة زي كده. لكن ازاي انه تم الهدف ده او بيتم من خلال الجزئين دول؟ حاجه ثانيه، احنا بنقدم المسيح، ما عندناش حاجه نقدمها. يعني لو المسلم ترك الاسلام وما قبلش المسيح هو هالك برضو. يعني يعني لو مات هيهلك لانه ترك الاسلام والمسيح مش موجود في حياته. لكن لازم نقدم المسيح. فالجزء الثاني الاساسي هو تقديم محبه المسيح وعمل المسيح من أجل الإخوة المسلمين. رسالة واضحة، ورسالة واضحة، رسالة الإنجيل بتقدم بكل وضوح في قناة الحياة. عشان كده كتير من الإخوة المسلمين لما بيشاهدوا قناة الحياة بيتركوا الإسلام وبيقبلوا المسيح. يعني خلينا نقسمها إيه أهداف قناة الحياة لو حطيناهم في نقطتين ثلاثة، هي أهداف رعوية، أهداف كرازية، أهداف تبشيرية. ممكن أخ وحيد توضح لنا طبعا جزء منها. يعني زي ما تفضل دكتور أشرف، وإذا كان يعني حقيقة كشف الإسلام هو ده يعني مش الهدف الأسمى. الهدف الأسمى هو أن يعرف المسيح، بالضبط، يوصل للترنيمة كنت أعمى والآن أبصر. الوسيلة أنه هو يدرك أنه هو مخدوع، أنه تعال أنت قالوا لك معلومات، دول ناس كفرة بيعبدوا ثلاثة آلهة، الكتاب بتاعهم محرف، أنت الكويس، البيت بتاعك حلو، طب أنا عايز أفرجك على البيت بتاعك، تعال شوف الأساس بتاعك، شوف السقف، شوف الجدران، شوف شوف. فالباب اللي بيبحث عن الحق ويبص يشوف، هيشوف بيته يعني مدمر تماما. صحيح. يبحث عن البيت الآخر، ده لو هو الخلاص قضية بالنسبة له، وده عدد كبير. هنا بيأتي الدور انه اوكي تعال نوريك المسيح ويعرف شخص المسيح. إذن الهدف الأول هو مشاركة رسالة الإنجيل، محبة المسيح الخلاصية إلى كل العالم الإسلامي. صحيح. اللي احنا أصلا يعني بنتكلم اللغة العربية، دي لغتنا، دي واحنا جزء منه، بالضبط. يعني فبنشاركهم بلغتنا اللي احنا بنعرفها واللي ربنا فتح الباب فيها. خليني احط نقط محددة للعمل على الارض شكله ايه لما نقول اهدافنا كذا. فعايزة اقول لكم كذا نقطة كده سريعة. اهدافنا انه دي ان احنا ننمي المؤمنين الجدد لاهوتيا وكتابيا، تمام، اوكي، عشان تبقى واضحة. ودي من الحاجات اللي بنعملها على الأرض، بنعمل برامج تلمذة للعابرين على الأرض، وتلمذة دائمة على أونلاين. يعني بنعمل برامج مقابلات أونلاين للعابرين يتلمذوا في دورات تدريبية مستمرة أسبوعية. عندنا اجتماعات صالة، وعندنا تعليم أونلاين، كل ده ورا الشاشة، كل ده ورا الشاشة. عندنا كنيسة أونلاين كل يوم سبت. ما شفتش قد إيه فرحة العابرين وهم بيجتمعوا بقى مع بعض، يعني كلنا مع بعض كده في زي ورا الشاشة في حماية الشغل على الإنترنت. برامج تلمذة طول الأسبوع، عندنا دروس كتاب دورية ثابتة. دي أخبار على فكرة
على فكرة ما حدش يعرف الحاجات دي. عندنا 50 اجتماع أسبوعي لبرامج التلمذة. عندنا كمان يعني من أنا بس عايز أسف أقطع كلامي، بس أنا عايز أركز في حتة. تفضل. هذا من وراء الشاشة. بالضبط. علشان الناس تعرف إنه مش أنت اللي بتشوفها الساعة دي، هي دي الخدمة بتاعت بالزبط. مؤسسة قناة الحياة. ده من وراء الشاشة، وتقدر تقول لأول مرة. صحيح. والسنوات طويلة. لأول مرة. نشر 130 كتاب. يعني كتاب. دي خدمة المطبوعات. 130 كتاب. ده الكتب اللي هي اللي اتعملت من خلال قناة الحياة، غير صحيح. الكتب اللي انت كتبتها. ما انت كتبت كم كتاب صح؟ 10 كتب. انا كتبت اربع كتب كبار. يعني كل واحد كتب مجموعة من الكتب. نشكر رب. يعني في حاجة تانية من الحاجات اللي بنعملها برضو من وراء الشاشة، انه لما بيكون في مكان ما فيهوش كنيسة، احنا بنهتم ان احنا نبني كنائس او نساعد المؤمنين على بناء كنائس حينما تكون ممكنة. ده عنوان الصفحة اللي هي بتاعت Waterfly Publisher اللي فيها وفيها القرآن، معضلة القرآن وكل الكتب اللي نشرتها، والنبذ ده في مجموعة كبيرة من النبذ المهدفة نحو المسلمين. صحيح. والنبذ الجديدة كمان اللي نازلة دي فيها الفكرة الإسلامية، ولكن فيها حل المسيح للمعضلة. من ضمن الحاجات التانية اللي بنهتم بيها زي ما قلنا الترانيم. فعايزك تكلمنا على موقع ترنيم. هنشوف دلوقتي فيديو لموقع ترنيم، ازاي الكنائس المحلية بتستخدم موقع ترنيم في الكنائس مثلا، خاصة العابرين ما عندهمش عازف او قائد ترنيم، ما عندهمش موسيقى، ما عندهمش الترانيم. تدخل على الموقع ده تلاقي الموسيقى، تلاقي الموسيقى بالصوت، تلاقي الموسيقى من غير صوت، الكلام ده كله. هما هيحطوا لنا الفيديو، وانت بتشرح انا ممكن اعلق على الفيديو. تفضل. نشكر رب من اجل الفكره اللي قامت بها قناه الحياه الاداره، انه الكنيسه اللي ما عندهاش عازف او قائد ترنيم ممكن تروح للويب سايت المذكور اللي هو سبح معنا praise with us، ممكن تختار اي ترنيمه حابين الشعب يرنموها، تلاقي الموسيقى تطلع مع الكلمات. تختار الموسيقى بالكلمات وترن، الشعب يرنم مع الكلمات بطريقه سهله جدا. كمل يا خناصر. زي ما بنشوف كيف قدامنا على الشاشه، انه سهله جدا انك كانه عندك عازف، كانه عندك فرقه، كانه عندك كواير ترنيم. فهي الشغله بتشجعهم مش بس يرنموا، يسبحوا، حتى يبتدوا هم نفسهم يتعلموا عازف، يتعلموا ترنيم، يكتبوا ترانيم جديدة. فهي يعني من الشغلات الآليات المسهلة للكنائس الجديدة. أشكر رب من أجل عندنا 1100 ترنيمة حسب ما أنا أفتكر. صح مزبوط. صح. 1100 ترنيمة لحد الآن. لحد الآن إحنا شغالين في الموضوع. يعني مجهود جبار. في نهاية السنة في نهاية السنة يوصلوا 3000 بإذن الله. أنا عاوز أوضح فكرتين. الفكرة الأولى، الترانيم اللي احنا شفناه قدامنا، أنا عايز أقول للأحباء المشاهدين، يعني أنت هتشوف الكلمات والموسيقى من غير صوت مرنم، أنت اللي هترنم، فأنتوا اللي ترنموا. فده اللي بيساعد بقى الناس اللي ما عندهاش مرنم قبل الخدمة. الناس كلها بترنم من خلال كلام مكتوب ومن خلال موسيقى الترنيمة. زي طريقة الكاريوكي بالضبط كده. يعني هما بيقولوا لي إيه ماينس وان، موسيقى الترنيمة موسيقى الترنيمة العزف كله كامل ماينس ناقص المرنم. بالضبط. فأنت أنت وأنت تكونوا المرنمين. يعني يا ترى احنا عندنا كام حد عمل داونلود للترانيم واستخدامها؟ بالألوف أنا بعرف. 14 مليون. كمان 14 مليون واحد نزل داونلود للترانيم. ده معناه شوف أكيد كنائس، شوف الاحتياج، كنائس كثيرة في العالم نزلت ممكن مرة واثنين وثلاثة، لدرجة انه الداونلود يوصل 14 مليون. نتكلم على كنائس، ده معمول لكنيسة. طبعاً. اي مجموعة مجتمعة في البيت وما فيش عازف بيحطوا على اللابتوب او حتى على الايفون، وده اللي احنا عايزينه للعابرين. عشان ما فيش حاجة تعدلك عن التسبيح. انا فاكرة اول الترانيم
اللي ترنمت في المغرب يعني كانت حاجات يعني الكلام مش مظبوط والطبلة مش عارف ايه والكلام ده، لكن دلوقتي عندنا ده حاجة نشكر الرب. فدي من ضمن الأهداف والأهداف العملية اللي عندنا ليها نتائج النهاردة بعد 20 سنة بالحجم ده. يا ريت نعرف ردود الأفعال في الترانيم. كان العدد تقريبا 75 مليون ردود أفعال للناس اللي دخلت الويب سايت. عايز أقول الفكرة الثانية بقى، كنت عايز أعلق على عبارة بناء كنائس قد تفهم للآخرين بناء مبنى حيطة لكن احنا بنتكلم عن البناء الروحي، انه الكنائس البيتية كل بيت ممكن بيتجمعوا فيه عدد من الناس وبتتأسس كنيسة وبيصلوا، وده بيورينا الاضطهاد الموجود في تلك الأماكن، انه لا يعطى للمسيحي الحق في انه يمارس عقيدة. وناس بتصلي لربنا انت تعبان في ايه؟ بالمناسبة المسيحي هو الذي يصلي من اجل بلده، من اجل الجيش، من اجل الرئاسة، من اجل الناس اللي في سلطان وفي قيادة، ويحب بلده ويدافع عنها. فبالعكس انت فرصة انك تسيب المسيحي يصلي لانه بركة للارض. اوكي انا عايزه اقول بسرعه انه احنا يعني عشان ممكن نقعد نشرح في الاهداف العمليه لقناه الحياه، انتوا هتشوفوها من خلال السنين القادمه. بقى احنا هنتكلم عن السنين القادمه. الرب مستخدم الفريق بتاعنا في انه يشتغل ويتطور تقنيا وعمليا، وتبقى ودي حاجه من اهدافنا الكبيره. هوريكم دلوقتي برنامج اسمه الجي بي تي. اوكي تشات جي بي تي. اوكي ده يعني الذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف الفيديو ونشوف ازاي تقدر تستخدم الجي بي تي بتاع قناة الحياة. بتروح على موقع قناة الحياة الجديد، ممكن بالباركود ده يقدر يدخل على بالسلفون. هقول دلوقتي بتدخل على الحياة جي بي تي وتروح طابع حاجة سؤال. اوكي انا طبعا مش شايفة السؤال. هل المسيح هو المخلص؟ بص بقى اللي هيحصل اول ما تخلص طباعة السؤال. اوكي اللي بيحصل انه بيرد عليك على طول نعم المسيح هو المخلص، وبعدين بيقول لك ايه التفصيل والاسباب وليه وكده. وفي النهاية احنا طبعا مش هنحط كل العرض، لكن في النهاية كمان بيدي لك جه منين ده، المعلومات دي مراجعها ايه، ودي مهمة جدا ومش موجودة عند حد. ادي نموذج تاني، وممكن تقول انا محتاج صلاة، صلي من اجلي مثلا، فانا مريض. اوكي فهتشوف اهو صلاتي معاك، يعني هو انا اسف ان انا سمعت ان انت مريض، ولكن الكتاب بيقول كده تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال. عايز اقول لكم حاجه تضحك في الموضوع ده بقى، حتى لو كتبتها غلط هترد صح، بيرد صح. الكتابه كتبت غلط ورد علينا صح، which is very interesting. انا عندي اقول بس قبل ما يخلص الفيديو، اتفضلي. يعني دلوقتي هنحط سؤال اسلامي، هل محمد نبي؟ اوكي ف عايز اقول لكم ان الجي بي تي بتاعنا صريح جدا. هيقفل بقول لك. لا 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 مش هيقفل، لا يمكن، ده جي بي تي متنصرين. اوكي فبص، وجهه نظر المسيحيه بشان النبي محمد انه احنا لا نؤمن ان محمد نبي، لذا علشان كذا وكذا وكذا، وهذه هي المراجع. وهتلاقي بقى انه المراجع، بس سيبوا لي الشاشه دقيقه قبل ما اكمل. هنا الباركود اللي موجود على الشمال ده بتاع قناه الحياه، والباركود اللي موجود على الناحية التانية ده للتبرع. لو احنا بنتناقش ممكن تسيبوا الفيديو فالناس تستخدم الباركود ده، يبقى كويس جدا. يعني عايز أعلق تعليق في الحتة دي بعد ما تخلص. مفيش قناة مسيحية عملت حاجة زي كده خالص. وكمان ممكن تتكلم تستخدمه بكذا لغة، صحيح. ممكن تطلب منه بالعربي يكتب لك، بالانجليزي يكتب، بكل لغات. يعني بتكلم لغة فتكتب، تطلب بلغة يرد عليك برضو باللغة، يعمل لك ترجمة. ممكن يعمل لك ترجمة وتقول له ترجم، يترجم وكل حاجة. لكن
ما فيش أي حاجة من الـ AIs الموجودة، الذكاء الاصطناعي في العالم، لو سألته سؤال هل محمد نبي؟ مش هيرد عليك. هل وريني حاجة عن مثلا مساوئ أو حاجة غلط عملها محمد أو حاجة غلط في الإسلام؟ يعني أنا سألت سؤال، كلمني عن مشاكل القوامة للمرأة المسلمة بالإنجليزي، قال لي مش هنتكلم في الموضوع، بيخاف يضطهد بالطهد. ده صحيح، خايف من الاطهاد. يقفلوا ال بس احنا الجي بي تي بتاعنا مؤمن. اتفضل يا اخو احمد. يعني انت عملتي في ذكاء اصطناعي اخر غير بتاعنا؟ فلم يعطيك نفس الفكره تمام، بس اتحط فيه الاجابات للاسئله. صحيح. الاخ اللي صمم الذكاء الصناعي بتاعنا هو طلب مني وقال لي بص انا عايزك تساله 10 اسئله يعني ايه ذكيه في اللاهوت وفي الكتاب المقدس ووريني النتيجه ايه. الحقيقه في التجربه الاولى هو 5-6 اسئله كان رائع جدا، كانت واضحه. فاخفق في 4 ابتديت اغير السؤال. في الاخر لما حط مراجع تانية اكثر جات الاسئله كلها مظبوطه. انا مش عارف بكره هيكون في ايه. التكنولوجيا بصراحه مرعبه في التقدم، ولكن أنا بشكر الله من أجل أنه ثق الناس يكون برضو لي ولاده في هذا المجال، أنه يسخروا هذه القوى الموجودة في العالم أيضا لخدمة مجد المسيح، له كل المجد. آمين. نشكر الرب. طيب خلينا ناخد القسيس نبيل من أستراليا، بعت رسالة لقناة القناة الحياة. شكرا لك حضرة القسيس، وخلينا نشوف رسالته بليز. سلام ونعم ليكم أحبائي قناة الحياة، كل العاملين والمتطوعين بالنيابة عن نفسي. أخوكم القسيس نبيل زخاري هنا، راعي كنيسة تونجابي في سيدني في أستراليا، وبالنيابة عن كل إخواتكم في الكنيسة احنا بنقدم لكم تهنئة من كل قلوبنا، وبنفرح معاكم بالمايلستون ده. خطوة كبيرة وشوط كبير، 20 سنة. أكيد في العشرين سنة دي اختبرتوا إيد الرب بطرق عجيبة جداً، أكيد من غير أكيد ما يخلاش الأمر من تحديات، لكن الرب أكيد عبر بيكم على مدار الأيام والسنين، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون في اتساع، وفي الخدمة تكون في إثمار أكتر وازدهار أكتر في اسم يسوع. ورب يديكم من تعب يديكم وتشبعوا وتفرحوا، وإحنا نفرح معاكم. وتحية خاصة للأخ هارون اللي الرب تمنوا على الخدمة دي والرؤية دي وصامد على مدار السنين، ربنا يباركك. أنا جيت وشفت في الاستوديوهات عمل الرب، ومدى الاجتهاد ومدى المثابرة والتكريس اللي عند الستاف والفولنتيرز، ربنا يبارككم، عمل رائع وبيلمس نفوس الملايين في كل أنحاء العالم على مدار السنين. ربنا يبارككم كلكم، كل العاملين اللي بيقدموا في العلن وفي الخفاء، اللي قدام الكاميرات واللي من وراء الكواليس، رب يحسن إليكم ويحامي عنكم ضد كل مكايد إبليس، يبارك عائلاتكم، يبارك خدماتكم، كل تحركاتكم وكل البرامج فعلا تكون تضرب في الصميم، يعني بحسب الرؤية اللي رب ادها لكم. تهنئة من كل قلبي، ألف مبروك، كل سنة وانتم طيبين، وكل السنة وانتم طيبين وفي ملء النعمة والبركة دايما. أمين أمين أمين. القسيس نبيل من أكرم وألطف الأحباء والشركاء معنا في أستراليا. وأكلونا كويس وإحنا في أستراليا. رائع. سام مبارك جدا. جميل. نشكر ربنا. لو الخدمة على قلبه ده شيء مهم جدا. أنا حابب أرجعكم أحبائي شوي لموضوع الترانيم. مش بس قناة الحياة بتساعد الكنائس المبتدئة الكنائس الجديدة في الترانيم، لكن توجه الترانيم، أنا مثلا من الناس اللي الإدارة وجهتني أنه ياريت تكتب ترانيم تعلن فيها إيمان المسيحي. فرجعوني زمان لأيام الرسائل كيف انكتبت، وكان يقولوا مبارك أبو ربنا يسوع المسيح، مبارك الله أبو ربنا الذي باركنا، عشان يشرحوا حقائق لاهوتية. فأنا مش بس بقول هيك عشان أقول شو بنعمل، عشان أشجعكم أحبائي اللي بتشوفونا واللي لكم اهتمام بالموسيقى والكتابة والمواهب الرب أعطاكم إياها، إنه اشرح عقيدتك للي ما بيعرف في 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 ترنيمة بسيطة، قل له أنت شو بتعبد، قل له جابه. مش ضروري يكون أنا كل إشي كنت أتعصب عليه، لكن الرب علمني لا، إنه أنت
اللي قدامك يمكن ما بيعرف، بيسأل لأنه ما بيعرف، مش عشان يهينك أو عشان يسيء إليك، يمكن هو وصلت له معلومات غلط. وهذا اللي زي ما قالوا أخواني كشف الحقائق. كشف الحقائق يعني في أشياء قالت كذب وغلط وافتراء. فصلاتي أنه تساعدونا كمان أنتوا تكتبوا هيك ترانيم وتبتدوا تنتقدوا الكلام اللي بينكتب في الترانيم، لو في شغلات مفروض تتصلح تتصلح، ونتعلم من بعض في كل يوم. فالرب بعت لي ترنيم اسمه أنا ما بعبد صليب لا خشب ولا حجر، أنا بعبد الحبيب الله محب البشر. أمين. أنا ما أعبد صليب لا خشب ولا حجر، أنا عبود الحبيب الله محب البشر، الله محب البشر. تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي. عني انصلب مات واندفن لكن قامه يجي عن قريب. ما أعبد صليب لا لا ما أعبد صليب. وأنا بعد خاطي حبه لي بينا، مات المسيح راضي لأجلي أنا. وأنا بعد خاطي حبه لي بينا، مات المسيح راضي لأجلي أنا. وهو الابن الحبيب قبل الصليب، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي، تشوفني لابس صليبي هذا يرمز لحبيبي. عني انصلب مات واندفن لكن قامه يجي عن قريب. أنا معبود صليب لا لا أنا معبود صليب لا لا أنا ما أعبد صليب. أمين. رائع. الله 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 المجد للرب. مبارك اسمك. تجاوبت على سؤال مهم دايما تقول له أنتوا عباد الصليب. عباد صليب. إحنا عباد الذي علق على الصليب. صحيح. منحب الرمز. Yes. نلبس الرمز لكن لا نعبد الخشب ولا الحجر ولا. وبنحب المسيح اللي احنا بنتكلم عنه واللي هو مركز حياتنا ومركز طبعا. خدمتنا ومركز كل شيء. بس انا عايزه اعطي المجد لله في حاجه عن اخويا ناصر. يعني الناس كتير ما تعرفش انه الاخ ناصر كتب الموسيقى الشرقيه لفيلم Passion of Christ. والحقيقه يعني غالبا معظم الناس شافوا فيلم Passion of Christ، لكن ما عمريش سمعت ناصر قال انا عملت كذا ابدا. لكن المجد كله لله وربنا. أمين. استخدمك في بركه لناس كثيرين. بصراحه لو كتبت على الجوجل ناصر موسى ناصر بيجي كواحد من يعني اعظم عازفي العود الشرقي. لكن شوف لما ربنا يطور موهبتنا من العطية بتاعته اللي هو اديها لنا علشان يستخدمها لمجد اسمه. ساعات احنا نروح كده شوية وكده شوية. لكن ربنا ادى ناصر موهبة اخرى ايضا وهي كتابة الترانيم الخليجية. يعني مفيش حد، انت اول واحد يكتب ترانيم خليجي. كلمنا شوية عن ده. حابب اقول صدقوني يعني مش عارف، انا مش حاسس انه اي في شيء مني، انا المجد لاسمه القدوس هو اللي بيعطي. انا درست موسيقى وحبيت الموسيقى، ولما كنت في الموسيقى حبيت النمط الخليجي. مش عارف ليش بيقول لي انت لا زرت الخليج ولا انت خليجي ولا اهلك من الخليج، لكن حبيت طريقه العزف وحبيت نوعيه الموسيقى للعود الخليجي. فكانه الرب كان يعدني درجه بدرجه حتى لما
أجي لأخدم إخواني وإخواتي في الخليج، يكون عندي هالشيء اللي هو أعطاني إياه بالأصل. فأنا يعني بقول له أشكرك، لأنه أنا مش عارف كيف، ومش عارف كيف ابتديت، وأنا مش عارف حتى بكرة شو رح أكتب ولا لحن، لكن أعرف أنه من أؤمن به هو قادر، هو عظيم، هو قدوس، هو وحده يستحق الشكر والمجد والإكرام. آمين. يعني ناصر يعتبر شريك في المجلة السعودية من حيث الترانيم طبعاً. يعني مع الدكتور خالد هو بيقدم رسالة، لكن ناصر الترانيم الخليجية صدقني ولا كنت أفكر، يعني أنا لو حد قال لي اكتب موسيقى خليجية كنت رح أكتب، لكن ما أني بقى لي فترة طويلة بقول لك اكتب ترنيمة صعيدي وانت مش عايز. بحاول، لكن لما عرفت أنه في احتياج صليت أنه يا رب ترنيمة خليجية. حتى أبو علي سألني، خليني أقول الاسم معلش، أنه يا ريت أنه عندنا برنامج وكذا. قلت له أنا يعني بصلي وربي بعد ترنيم بعد ترنيمتين نعيدهم، ضل نكرر لأنه مش عارف. صليت ورب يعطي بيعطي، أعطانا 12 ترنيمة خلال شهرين. واو. تقريبا فغطينا 13 حلقة. ولا صار عندنا تقريب 60 وشوي ترنيم خليجية، مجد للرب، ومية وشوي ترنيم عامة يعني، وصلوات للدول. يعني صلاتي إنه بقول عشان أوجه اللي زيي، اللي الناس اللي مهتمين في هالمجال، إنه الخدمة مش مقتصرة على شخص وراء كاميرا. هناك كنايس، هناك منابر، هناك بيوت بتجتمع فيها مؤمنين، وانت في احتياج كبير إلك انك تيجي وتعطي، تقدم شو اعطاك الرب، تعطي له تخدم في اخوانك واخواتك. وفيش حدا يعني، ما تستصغر نفسك، اذا الرب بيعطيني انا فما بالك انت. مظبوط. يعني امين. عندي تعليق على حته مهمه قال الاخ ناصر، واعتقد دي خبرتنا كلنا. إنه هو ولا كان على باله أصلا يدخل هذا المجال يعني، لكن ده الإعداد خالص. يعني مين كان فينا يعني يتوقع إنه سيقدم مثلا برنامج فيه؟ كلنا كان درسنا أشياء مختلفة. أنا لما كنت في كلية اللاهوت ما كنت يعني بعيد نفسي للتلفزيون، ولكن في إعداد آخر إحنا مش شايفينه. هو إعداد المسيح. مبارك اسمه. وده اللي أنا بوجهه لكل الأحباء اللي بيشاهدونا النهاردة. حط ثقتك في المسيح واشتياقاتك المقدسة، وسيبه يقودك، يفتح لك في الوقت المناسب إذا كان أنت مدعو للخدمة. أمين. وحاجة جميلة كمان قالها ناصر، إن الخدمة مش متوقفة علينا. أيوة. إحنا هنمشي زي ما غيرنا ماشوا. صحيح. من صحيح. أول الرسل. صحيح. ومشيوا. لكن كنيسة المسيح هي الباقية إلى أن يأتي يسوع المسيح. أمين. فإحنا تركيزنا كله هو على شخص المسيح. إحنا مجرد أدوات الرب بيستخدمها. بالضبط. إحنا في يعني قبل نهاية الحلقة هنصلي من أجل الجيل القادم من مقدمي قناة الحياة. بس أنا عايز أقول لكم إخواتي العابرين والعابرات، وإخواتي المؤمنين المدعوين، الدعوة مش أمام كاميرا فقط، ولكن الدعوة هي اللي في قلبك الله يستخدمك فيها، سواء كانت انك تعمل القهوة للي بيقدم على التلفزيون، او لانك تكون على التلفزيون، او يعني ايا كانت، لازم الله يديك الدعوة في قلبك. خلينا نرجع نتكلم عن رجال الله الأتقياء اللي اشتغلوا في قناة الحياة من سنين طويلة. هنحط الفيديو كده ونباركهم ونشكرهم مرة تانية، ويعني مش هين علينا انه اليوم نعدي. أسيس أشرف طبعا، أسيس أشرف حبيبنا، وبنصلي له كمان طبعا، بنصلي له أخ ماهر طبعا. أسيس رضا عدلي صديق عزيز، أسيس ومفتي، برنامج أسيس ومفتي ده برنامج لازم تشوفه. أحباء من السودان. أحباء من السودان. كنيسة في بيتي. كنيسة في طبعا بيتي. طبعا. أبونا دانيال الحبيب طبعا. ليلى حبيبتي. أنا أقدر أقول كده. عادل حبيبنا. طبعا. عادل الشمري. يا بنقول عليهم the galbies. برنامج الخليقة. طبعا كل البيتر لايف. يا أخوي سامي حبيبي، وحشني كتير جدا. يعني أنا ما أعرفش كل الموجودين، بس كريستين دكور طبعا، الأستاذ أحمد عصيد. يا طبعا. داني سمرنا حبيبي، ده دارولا لحبيبي. يعني نشكر الرب عندنا
أهو الأسيس أخي إليا ملكي, ملكي. الأخ ماهر يا والأخ باسم, أخ باسم مؤيد العراقي أيمن أخ أيمن, أيمن كفروني أنا ما كنتش عارف إنه لي برنامج طبعاً جويس مايرز نشكر الرب من أجل خدمتها دكتور مكرم مشرقي نشكر الرب طبعاً وهالة صبحي فارس أبو فرحة نعبد أنا بيتي نعبد الرب ده أنقذني حل أنقذني حل حياتنا والكتاب أسيس باسم رائع نشكر ربنا أسيس مرزق طبعا أختنا فدوى الحبيبة الجميلة يس يا داود الزينة كاتيا. كاتيا نشكر الرب طلعت فكري أخي يوسف رياض كان في كتير من البرامج دي كانت قبل كده قديمة ودلوقتي في بعضها موجود لسه روبرت سبنسر من 20 سنة طبعا هالة الجميلة بنت الملك الأخ إدمون إدمون خالد دكتور خالد ربنا يباركو حقائق يا دكتور عماري الأخ يوسف طبعا برنامج المغاربة الأخ يوسف الأخت زينب ياس طبعا يا مي عاقلة يوسف يوسف جيسون صديقي حبيبي ده برضو راباي جيسون السلام عليكم بنامي السلام عليكم وعليكم السلام نختم بالسلام عليكم لا لا برنامج اسمه السلام عليكم أنا على حتة إذا كان مسموح لي أنا أقول يعني بس بشهد بيها لأنه الخدمة اتضاع وانت ذكرت حتة قلتي حتى لو يعمل فنجان قهوة للي بيقعد أنا بحب أقول إنه أخوي هارون أبو علي بيخدمنا لما بنكون عايزين نصور هو اللي بيجهز لنا الأكل وبيهتم بينا اهتمام بيخجل يعني بيخجل تواضعنا لأنه ما فيش اتضاع أكتر من كده مع إنه هو مدير هذه الخدمة ولكن هو خادم للكل فأنا بشكر الله من أجله ومش بقول الجزئية دي إلا علشان أنت يعني لما ذكرتي لألا يفهم أحد خطأ لا المسيح لكل المجد قال اللي عاوز يكون فيكم كبير يكون خادم الكل أمين 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 نشكر أمين. الرب أمين طيب حابة أن احنا نتكلم عن حاجة أخيرة وهي أهداف واحدة من أهداف كان قناة الحياة هي الأهداف التبشيرية ليه بتكلم على الأهداف التبشيرية لأنه إعداد العابرين أنهم يكونوا في القيادة وفي المقدمة لتبشير أهلهم على الأرض دي من مهمنا الأساسية واللي احنا مثقلين جميعا بيها وكل برامجنا على فكرة صحيح. كلكم أدوات بيستخدمها الرب في صناعة ده لكن احنا بنصلي من أجل كنائس يقودها العابرين لأنه العابرين مع بعض يعني بيمروا بصعوبات كتيرة ما يفهمهاش إلا العابر أحيانا وأحيانا أيضا الكنيسة لا تستطيع أنه يكون عندها قلب متسع للعابرين وبنشوف دي من مشاكل الكنيسة الرب يصلح ده في اسم يسوع عندنا كنائس بتقبل وعندنا كنائس لا تقبل علشان كده من الحاجات اللي احنا بنقوم بيها كخدمة هي بناء كنيسة مؤسسة اسمها أمة المسيح كوميونيو مسيانكا علشان يكون في مكان للعابرين ندرب العابرين ان هم يبقوا أسس ويقودوا كنائس وعندهم يعني مش كنائس تبقى للعابرين فقط ولكن تبقى أيضا تحتوي على غير العابرين ولكن يكون أساسها العابر وتكون متكلمة عن العابرين في وسط ضيقات مثلا كده ف
احنا قدمنا القسياس الاسقف المنتخب لكنيسه العابرين. الناس بتقول انتوا يعني طب ليه يعني عايزين كنيسه عابرين؟ انا اسيب لكم انتوا تعلقوا على ليه عايزين كنيسه عابرين، لانكم عندكم معرفه عن المعاناه اللي بيعانوها العابرين ايضا. هو طبعا العابر لما بيروح الكنيسه الموجوده الحاليه، اتكلم مثلا عن مصر يعني، بالنسبه له كل شيء مختلف. وأوقات كتيرة الكنيسة بتبقى عندها خوف إنه يتأذي الناس اللي في الكنيسة بسبب وجود بعض العابرين فيها. وأوقات كتيرة بيبقى نفسه يخدم بس مش قادر، لأنه هيدوله اجتماع مثلا شباب ولا بتاع ده، يعني قدام البلد والحكومة برضو يبقى مسؤولية، وأحيانا لا يثق فيه أو يصدق. وأحيانا بالضبط، ودي بالزبط من مشاكلنا. فحلو إنه يعني يبقى في حاجة بينمو فيها، بيكبر فيها، بيحس فيها بالانتماء. طبعا احنا مش هنعمل زي اليهود والأمم، انه اليهود يبقى لهم كنائسهم والأمم ليهم كنائسهم. لكن اقول دايما مثلا let's say انه الكالتشر بتاع الافريكان امريكان مختلف عن الوايت امريكان كويس. فلكن الافريكان بتلاقيهم الكالتشر بتاعهم بيخلوهم مع بعض بطريقة ثقافة مختلفة، حياة مختلفة. ولكن برضو احنا ثقافتنا المسيح، العابرين احنا ثقافتنا المسيح. اوكي، ما احنا برضو ثقافتنا المسيح احنا يعني از كمسيحيين. لا ما انا مصدقاك، انا مصدقاك في الحتة دي. لا انا اقصد انه ايه، انه احيانا ينظر للعابر على انه عنده حاجة زايدة شوية عن ثقافة المسيح. لا، احنا عايزين نربي العابرين على انه يكون ثقافتهم الاساسية المسيح، ولا ندين الكنيسة. بالضبط، انه عايزين الكنيسة تقبل العابرين زي ما هم، ولكن لا ندينهم، ولكن نساعدهم في بناء وتلمزة العابرين. انا هد اكيد الاخ وحيد هيعلق عليها، بس يعني انا عندي شيء على قلبي للعابرين. تفضل. ما تستعجلش تقف على المنبر، بليز أبوس إيدك. ما تستعجلش تقف على المنبر. بولس الرسول بعد لما قبل المسيح قعد سنين في البرية على أساس إنه يعني يتدرب ويكبر في الإيمان ومعرفة الشخص ربنا يسوع المسيح. ابني نفسك، ابني نفسك على أساس الكلمة المقدسة، إنمي علاقتك مع الرب والرب هو يفتح باب إنك تخدم وتخدم بفعالية وبقوة. يا أنا بعتقد أنه العابرين زيهم زينا إحنا كمسيحين. مش كل المسيحين خدام، ولا كل المسيحين مدعوين للخدمة. فالعابر المثقل ده بيكون هو الإنسان اللي اهتم من البداية أنه ينمو روحيا، له علاقة خاصة بالكتاب المقدس، ومن هنا بتيجي الدعوة. وإذا كان هو مدعو ليه لا، لا مشكلة على الإطلاق. لكن أنا بتفق مع أخوي دكتور أشرف إنه الاستعجال، حتى إحنا أحيانا أخطأنا في تقديم بعض العابرين وكان لسه ما حصل النضوج، وبالتالي حدثت أخطاء، ومن هنا إحنا بنتعلم. لا ندعي الكمال، الاستعجال غلط والتأخير غلط برضو. الشيء الوسط هو الرائع والمعقول جدا. فإحنا ما بندعي الكمال ولا ندعي إنه إحنا يعني الشيء المثالي، ولكن إحنا بنتعلم زينا زي أي فئة موجودة في العالم. أنا عايز أقول حاجة بسيطة، من كان يصدق أن إدارة قناة الحياة هي عابر، شخص عابر استخدمه المسيح، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ممكن هذا يتكرر خلاص طالما أنا عبرت يبقى أنا أخدم. لا، انتظر. واحنا بنتكلم عن 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 شقين مختلفين. احنا بنتكلم عن كنيسه العابرين وازاي نربي العابر، نتلمذ المؤمن الجديد على انه يكون قائد في الكنيسه الجديده في شمال افريقيا. كلهم عابرين، وطبعا في السعوديه هيكون كلهم عابرين وكل ده، وكلهم هيقودوا كنائسهم محليه. بالظبط. بس عايز اقول حاجه من وجهه نظر عابره. احنا بنصلي إنه الدعوة الكتابية اللي ربنا أرسلنا ليها لما قال اكرزوا اخرجوا بلغوا الرسالة دي للكل، كل واحد بطريقته وكل واحد على قده. فأحيانا الكنيسة تسيطر زيادة عن اللزوم. فإحنا عايزة أقرأ لكم حاجة توضح لنا الفكرة من
دستور الكنيسة العبرين. سريعة وقولوا لي رأيكم فيها. بصفتنا مؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية وأعضاء في الكنيسة الواحدة المقدسة الشاملة والرسولية التي تأسست في يوم 50 في أعمال الرسل 2، فإننا مدعوين ومفوضون من قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لنكون أولا مرسلين للشهادة بأمانة ومشاركة رسالة الإنجيل مع شعبنا ومجتمعاتنا وثقافتنا في العالم الإسلامي وفي الشتات وفي بلاد المهجر. وثانيا كمان حاجة تانية، إننا نكون صوتا نبويا للأمم. أنا عايز أقول إنه أمين دي شهوة قلب العابرين اليوم. كل واحد عارف المسيح دي شهوة قلب. شفت إزاي؟ بس شفت إزاي ده هو مطابق يعني لدعوة يعني الله للجميع على التساوي. لكن هنا في جزئية هامة جدا، لازم اللي جاي ده اللي بياخد لسه لبن لازم يتغذى عشان يعرف يدي. احنا مش مختلفين على النقطة دي. لازم بالمناسبة دي صدي حتة مهمة جدا، لا يسمعنا شخص ويعتقد انه عبر النهاردة فهو ايه مطالب بانه او مطران بكره مثلا لا. لا 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 هل ده متوقع من شخص مسيحي؟ ولا المسيحيين ولا المسيحيين هو مش ده اللي احنا بنقوله بالظبط. هو او بالظبط ده حقيقي. كلنا فعلا خطاه والرب افتقدنا بنعمته يعني، لكن المسيح دعا تلاميذه وقعدوا معاه 3 سنين بالظبط كده قبل ما يقول لهم اذهبوا للعالم اجمع واكرزوا بالانجيل الخليقة كلها. فلازم قضي وقت انمو مع الرب. صح. ثبت رجليك طبعًا. علشان تحديات الحياة صعبة. هتواجه اضطهاد، هتواجه رفض، هتواجه تحديات في الفكرة، حتى العقيدة المسيحية، كل ده لازم تبقى واقف على أرض صلبة. احنا طبعا متفقين على كل ده، وزي ما قلنا انه من أهداف قناة الحياة أهداف رعوية كرازية تبشيرية، ولازم نقول ان الأهداف الكرازية دي تلمذة مسيحية مسيحية، ما فيش حاجة تانية. صحيح. فدي صحيح. اللي بتطلع لنا بقى المبشر اللي بعد كده. أمين. عشان نختم الكلام على أمة المسيح كوميونيو مسيانكا، نسمع مرة تانية من الأسقف المنتخب لكنيسة العابرين أخونا ياسر، تفضل. 20 سنة قناة الحياة، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة ونحن طيبين، وكل سنة والرب يكون في حياتنا وفي وسطنا. 20 سنة من العطاء، إنه قناة الحياة إجابت مبادئ جديدة في الشرق الأوسط وكمان أثرت على ثقافتنا. شو أقصد بالكلام ده؟ إنه كان في مسلمات إلها 1400 سنة نحن بنؤمن فيها من غير ما إنه نتساءل عن أي شيء فيها. الحياة كسرت هذه المسلمات وخلت الناس تفكر. شكرا لكل الناس اللي قدموا برامج واللي صلت والناس اللي بذلت مجهود لأجل أنه الحق يظهر. الحياة أيضا علمتنا أن نكون جاهزين في كل وقت أن نعطي حساب لسبب الرجاء الذي فينا، اللي هو الرب يسوع المسيح، اللي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. أتمنى حياة لقناة الحياة ولكل المؤمنين إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح. وكل سنة وأنتم طيبين. طيب. أمين أمين أمين. خلينا نشوف صفحة قناة الحياة مرة تانية، لأنه إخواتنا بيسألونا عن اللي يحب يعمل دعم لقناة الحياة بسبب أو بمناسبة العيد 20. فهتشوفوا دلوقتي إزاي تقدروا تدخلوا تعملوا الدعم ده لو حبيتوا تكونوا شركاء في الخدمة بصورة مستمرة. إحنا بنرحب بيكم كلكم. عايزين نفكر العابرين النهاردة إنه إحنا عيلة واحدة وإنتم جزء من هذه العائلة، وإنه يعني إحنا لا ننفصل، وقيمة العابرين عند قناة الحياة كبيرة عند كل واحد منكم. ربنا استخدمكم قد إيه في إنكم تعلموا وتنموا يعني. ده شيء أساسي جدا. إحنا بالرغم من أننا مش من خلفية إسلامية، لكن إحنا مؤمنين بالقضية دي جدا. وإلا ما شاركنا في الخدمة. صح. دي صح. خدمة أنه المسيح رسالة للعالم كله. أمين. وإحنا كمان
حابين نشكر كل المدعمين لخدمة قناة الحياة. هناك ناس بتصلي ليل نهار، هناك ناس بتعطي بسخاء لأجل الخدمة، هناك ناس بتضحي، هناك ناس يعني بتتعب من أجل خدمة الحياة. فإحنا بنشكر فعلا كل المدعمين بكل الطرق والوسائل لقناة الحياة. نشكر الرب من أجلكم جميعا، ونشكر الرب من أجل الأخ ناصر النهاردة أنه معانا يدينا كده ترنيمة نختم بها الاحتفال الرائع ده. شكر للرب. أمين. مبارك اسم الرب. زي ما تفضلوا إخواني وأختي أنه نعتبر نفسنا كلنا عابرين من خلفية خاطئة للمسيح. وعندنا نفس الأشواق وعندنا نفس الاحتياج. أنا عابر، أنا عابر من الموت للحياة. أنا شاكر، أنا شاكر فضلك يا الله. أنا ممنون لقلبك الحنون يا خالق كل الكون ومحبتك تملى. أنا عابر، أنا عابر، عابر من الموت للحياة، عابر. بصلي كل الناس يجولك يعرفوك يسوع الأساس وحدك يطلبوك. بصلي كل الناس يجولك يعرفوك يسوع الأساس وحدك يطلبوك، ويلاقوا فيك حياة، ويلاقوا فيك حياة، ويلاقوا نجاة. أنا عابر، أنا عابر، عابر من الموت للحياة. أنا عابر، أنا عابر من الموت للحياة. أنا شاكر، أنا شاكر فضلك يا الله. أنا ممنون لقلبك الحنون يا خالق كل الكون ومحبتك تملى. أنا عابر، أنا عابر، عابر من الموت للحياة. نشكر الرب من أجلكم جميعا. عايزة أقول حاجة أخيرة. صوتي راح، بس عايزة أفكركم يوم الصلاة العالمي للعابرين يوم 18 نوفمبر. أخ وحيد، بصفتك الأقدم في أقدميتك هنا ويمكن أقدمنا شوية، صلينا الصلاة الربانية نقفل بها اللقاء. أمين. خلي كل الأحباء المشاهدين، أنتوا العائلة المباركة، خلينا نختم بالصلاة الربانية مع بعض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أمين. نشكر الرب من أجلكم جميعا. شكرا لكم، شكرا لكل الحاضرين، شكرا لكل المشاهدين. في اسم يسوع إحنا بنصلي من مجد إلى مجد لرفعة اسم المسيح. آمين. في اسم يسوع. سلام المسيح. سلام المسيح. المسيح. آمين. قناة الحياة تحتفل بمرور 20 عاما على بدايتها. سيتضمن هذا اليوم بث مباشر وخاص بحضور مقدمي برامج قناة الحياة الذين سيشاركوننا تجاربهم وشهاداتهم عن أعمال الله العظيمة من خلال مسيرتهم في قناة الحياة. وسيتم كذلك بث اختبارات لمسلمين آمنوا بالمسيح من خلفيات سنية وشيعية، واختبارات ليهود آمنوا بالمسيح المنتظر، مع عرض ترانيم التسبيح والشكر بلغات مختلفة. كما سيسعدنا استقبال مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.